الخير عليكم، واهلا بحضراتكم معانا حلقه جديده من حلقات مساء الخير ليوم الاثنين 3 فبراير 2020. الحقيقه احنا حلقتنا النهارده مليانه بالفقرات، بالفايده وبالمتعه. النهارده هيكون معانا دكتور باسنت فهمي، والحقيقه دكتور باسنت يعني انا بلتقي بيها لقاءات تلفزيونيه من يمكن 4 أو 5 سنين منذ ان لفت نظري تعيين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لها كخبيرة اقتصادية كبيرة ضمن أعضاء مجلس النواب في مطلع يناير 2016. دكتور باسنت فهمي عندها خبرة تفوق 40 سنة في الخبرة المصرفية والاقتصادية، وشغلت عدة مناصب في من خلال بنك تشيس مانهاتن من أكبر بنوك العالم في أمريكا في ولاية نيويورك الأمريكية، حتى وصلت لمنصب المدير الإقليمي للبنك، رأست عدة لجان، وأيضا أخذت منصب عضو في لجان أخرى زي بازل مثلا على مستوى العالم لحل المشكلات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا وفي غيرها. كمان دكتور باسنت بتدرس من سنة 84، بتدرس مكافحة غسيل الأموال وبتدرس سياسة اقتصادية وسياسة بنكية، حقيقة خبرة كبيرة جدا جدا جدا. الأهم من ده كله إن هي بتتمتع بروح إنسانة بسيطة، لا تستخدم مصطلحات ولا كلام كبير مفزلك محدش يقدر يفهمه، إنسانة بسيطة جدا تتكلم كده بالراحة. أنا أذكر في مرة من المرات ركنت كل الأسئلة اللي كانت معايا وقلت لها دكتور باسنت، هو المواطن المصري امتى حط ايده في جيبه، يضرب ايده في جيبه، يطلع الاحتياج بتاعه عشان يشتري ياكل ويلبس ويعيش كويس؟ والحقيقه كانت دايما مقتدره في الاجابه بتحليل علمي. ان شاء الله يكون عندنا النهارده فقره حوار مهمه مع دكتور باسنت فهمي حوالين خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تاثير ده على بريطانيا كاقتصاد، تاثير ده على الاتحاد الاوروبي، تاثير ده علينا. هيكون معانا كمان فقره مهمه جدا عن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بتطوير العشوائيات والاتساع في هذا المشروع بعد النجاح الكبير اللي حققته مصر في تطوير الأسمرات، مش عايز أقول بقى الأسامي القديمة، مش عايز أقول مساكن الزلزال وتل العقارب وغيط العنب، لكن عايز أقول الأسمرات وأقول بشائر الخير وأقول روضة السيدة زينب، أقول المناطق اللي اتطورت واللي اتحسنت. هيكون معانا إن شاء الله دكتور إيهاب الحفني المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء. مش عايز أصدعكم كتير، تعالوا نخش على أخبارنا وبعد كده نخش على فقراتنا. مساء الخير. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير عشان نبدأ أخبارنا فور. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه النهاردة باتخاذ الإجراءات الفورية اللي بتدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة بعد الانفلات الأمني اللي حصل في 2011 وما صاحبه طبعا من سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج. وطبعا ما يخفاش على حضراتكم إن ده معناه انه في ناس كتير ما بقتش بتقبض الحوافز اللي كانت بتقبضها قبل كده. وجه ايضا الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي وزراء المجموعه الاقتصاديه بالاتفاق مع البنوك لاعاده تشغيل المصانع المتوقفه بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الانتاج خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض. زي ما حضراتكم شفتوا كان في مبادرة قبل كده بقروض تصل إلى 5% بس من الفوائد، لكن كانت البنوك الحقيقة المعلومات اللي عندنا إنها برضو بيواجهوا المستثمرين الصغار وأصحاب الكيانات والمشروعات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر بيواجهوا مشاكل من تعنت البنوك في إن هم يدوا موافقات على هذه الأفكار أو على هذه المشروعات. فكانت النتيجة إن الرئيس النهاردة وجه البنوك بإنها تعيد تمويل المصانع المتعثرة المتوقفة دي وتخفف الأعباء البنكية عليها. إحنا معانا دلوقتي على التليفون سيادة النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم.
مساء النور. اهلا وسهلا، اهلا بيك استاذ المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ عمرو. يعني كان ايه اللي مخلي في حلقه وصل ناقصه ما بين مبادرات السيد الرئيس لقروض صغيره بفايده قليله قلت لغايه 5%، وما بين ان المصانع دي تفضل متعثره ما تشتركش البنوك في اعاده تمويلها؟ هل لانها كيانات كبيره او لان سقف الاقراض هيزيد عن الرقم اللي كان محطوط؟ طب هو اولا طبعا فكره اي مبادرات بتدعم الصناعه المصريه ده امر جيد جدا. تمام. واحنا بنؤيد اي حاجه بتدعم الصناعه المصريه، لان انت عارف الصناعه مصر مش هتنهض اقتصاديا غير لما الصناعه المصريه تقوم. تمام. كل الدول العالم اللي اقتصاداتها الكبرى كلها قائمه على الصناعه. بيقاس حجم اقتصادك بنسبه الصناعه بتاعتك وصادراتك وقدرتك على ان انت تنتج ازاي وتوفر فرص عمل ازاي. معدلات النمو والقضاء على البطاله والتنميه المستدامه كلها بتتم من خلال الصناعه. تمام. فبالتالي من هذا المنظور الدوله بتتجه لاتجاه لابد من حل مشكله الصناعه المتعثره. تمام. احنا للاسف الشديد صادراتنا الغير زراعيه اللي هي الغير بتروليه وصلت اخر موازنه 18 19 16 و9 من 10 مليار دولار، وده رقم ضئيل جدا. ده بيقول ان احنا عندنا مشكله في الصناعه. لما جه البنك المركزي بدا يتدخل طبعا في مشاكل الصناعه بالمبادره الاخيره لطرح 100 مليار لدعم الصناعه المصريه. لما نيجي ننظر اخر تقرير صادر من البنك المركزي بيقول ايه؟ بيقول ان حجم القروض على المصانع المصريه او الصناعه المصريه بيصل ل 432 مليار جنيه. بيشملوا 182 ألف منشأة. معنى كده أن البنوك بتدعم الصناعة المصرية في قروض كتيرة، لكن هي المشكلة. لا بس اسمح لي يا سيادة النائب، الرقم ده هو كل ما اقترضته هذه المشروعات، ده مش الرقم الجديد بتاع الإصلاح بأن احنا نقومها. يعني لو كان في مصنع عليه قبل كده فلوس ده داخل في الرقم ده، صح ولا غلط؟ طبيعي، ده طبيعي. هو بيتكلم ده مجمل الصناعة المصرية كانت مقترضة لهذا الرقم. تمام. آخر رقم، آخر مبادرة اللي قلنا عليها 100 مليار بفايدة 10% متناقصة اللي هي بتدعم الصناعة والمصانعين المصريين. يمكن أنا كنت تدخلت في كذا حلقة تلفزيونية وقلت يا جماعة احنا كمان كنا حابين ان حتى لو اتخفضت عن 10% ندي امتيازات في اللي بيعمل مصنع في منطقه جديده. انا عايز اطور صعيد مصر والمدن الصعيد وعايز اوفر فرص عمل. لا، اللي هيعمل في الصعيد مثلا هياخد امتيازات قانون الاستثمار اللي هي ارض مجانيه واعفاء ضريبي لمده 7 أو 8 سنوات وتكليفات معينه، وفي نفس الوقت هدي لك فايده مخفضه بنكيه ب 5% مش 10% كمان. يبقى انا كده بشجع على التطور الصناعي يحصل في مدن الصعيد. هل حدث استجابه لدعوه حضرتك دي بخصوص فرق مشروع مكانه عن مكان التاني؟ منتظر اناقشها في مجلس النواب، لكن انا تقدمت بيها في هذا الصدد بحيث انها ده ملاحظاتي على المبادره. ان انا بحيث ان انا اجي في المناطق الاكثر احتياجا، المناطق اللي محتاجه فرص عمل اكثر، المناطق اللي انا عايز انميها اكثر واجذب فيها استثمارات. احنا عندنا ميزه دلوقتي مهمه جدا عالميا لابد ان احنا نستفيد بيها. الميزتين اللي حصلوا، الازمه اللي حصلت في الصين، احنا وارداتنا من الصين بتصل من اكثر من 10 من 11 مليار دولار. المفترض ان الصناعه المصريه بتاعت في الوقت الحالي تبدا تكفي السوق المحلي من المنتجات اللي احنا بنستوردها من الصين. يعني لابد من اتحاد الصناعات انه يجتمع ويبدا يشوف الصناعات الواردات بتاعتنا اللي بناخدها من الصين ب 10 و11 مليار دولار دول ايه اللي نقدر احنا نكفيه هنا في الوقت الحالي. وبعدين احنا عندنا كمان ده جاي بالتزامن مع مبادره السيد الرئيس اشتري المصري لمده 6 شهور، فدي فرصه. جميل. ان في جميل. في تسويق وفي اعلان عن منتجات و5000 منفذ وفلوس على بطاقه التموين، يعني ممكن ده يشجع. ده شيء جميل، وانا عشان كده بقول لك ان في حاجه على احداث عالميه ممكن تحدث وتخدمك انت هنا لو انت بدات تستثمرها. الحدث الثاني برضو العالمي، خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي البريكس. بريطانيا هتبدا تتجه دلوقتي لافريقيا. طب عايز اسال سيادتك سؤال معلش. دلوقتي صياغه توجيهات السيد الرئيس العامه بتخفيف الاعباء البنكيه، هل نتوقع في القريب العاجل يصدر لنا نشره من محافظ البنك المركزي يقول لنا التخفيفات دي كذا زي ما سيادتك تفضلت، اللي هيعمل مشروع في المنيا المنكوبه دي اللي ما فيهاش فرص عمل فيها ملايين البشر هندي له تسهيلات اكتر، اللي هيتوجه ناحيه مثلا الاقصر واسوان يعمل لنا مشاريع سياحيه تخدم استراتيجيه المحافظه يبقى كده ماشي معانا صح، يبقى ندي له تسهيلات اكتر؟ هيحصل حاجه زي كده؟ ما انا ده اللي بقوله. يعني انت اول ما كلمتني انا كنت في حوار تلفزيوني وتحدثت في هذا الجانب وقدمت طلب بهذا الاطار. يا جماعه ما تديش، لان في ناس، هقول لك حاجه، حصل في مبادره ال 200 مليار بتوع المشروعات الصغيره، في ناس احنا ما حسيناش بيهم. ليه؟ لان في ناس خدت الفلوس حطيتها في البنك بفايده اعلى، يا خدتها حطيت سديت بيها ديونها.
انا عايز اوجه الاموال بشكل سليم. عشان كده رئيس الجمهوريه لما اجتمع النهارده هو عايز يا جماعه حلوا المشكله، ما تقولوش عملنا مبادرات والمبادرات ما جابتش نتيجه. أيوة. حلوا المشكله، المشكله ان انت تودي الفلوس للناس اللي تستحقها، الناس اللي عندها مشاكل. طيب احنا ليه من 2011 ل 2019 او 2020 هل هي المشكله مشكله تمويل فقط؟ لا، في مصانع كانت متوقفه نتيجه مثلا الكهرباء، نتيجه مصادر الطاقه والغاز كانت الاسعار مرتفعه. ففي الحالي وقت الحالي الحكومه بدات تخفض اسعار الغاز للمصانع اللي هي كثيفه العماله والمصانع اللي بتستهلك غاز اكثر. طب انا بشكر سيادتك سياده النائب عمرو جوهري عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب على وجودك معانا على الهاتف، ربما يتاح لنا فرصه افضل ان سيادتك تنورنا ونتكلم بالتفصيل في هذا الموضوع. وهيكون معانا النهارده دكتور بسنت فهمي برضو هنطرح معاها هذا الموضوع. طبعا حصل جدل خلال الفترة اللي فاتت حوالين أجازة نص السنة والفصل الدراسي الثاني في المدارس وفي الجامعات، ولازم نهدي شوية، وبعض الناس حطت التاتش بتاعها وبعض الناس تأمرت كالعادة وقالت لأ وده في تأجيل. النهاردة وزير التعليم دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أنه لا نية ولا صحة لتأجيل الفصل الدراسي الثاني، حيث أكد دكتور طارق شوقي على صفحته الخاصة على فيسبوك في حوار في عنوان بدأه بأرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع أجازات على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الصفراء، حيث أن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان أجهزة قومية أخرى ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة. وأضاف أن إحنا يعني مش عايزين الهلع يجتاز الناس، عايزين نلتزم بتقديرات علمية مسؤولة والدولة في الآخر هي اللي مسؤولة عما يطرح. وبيكمل وزير التربية والتعليم انه لا يوجد اي تغيير في الوقت الحالي، لو في حاجة جديدة هنخبركم بأي جديد، دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها. في نفس السياق وزارة التعليم العالي أعلنت 8 فبراير بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، وأكدت أنه لا نية للتأجيل وأن الدراسة في موعدها اللي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام 2019-2020 وهتبدأ السبت 8 فبراير. يعني إحنا طبعا عندنا إجراءات، عندنا إجراءات زي ما شفتونا كده امبارح نتكلم عن السياحة، بنقول أن اللي جاي لنا من بره من آخر الدنيا ده هيطمن لما يلاقي فيه إجراءات وفيه احترام وفيه حجر صحي وفيه شغل معمول، يبقى إذن هو هيطمن. لما يتكشف عليه هو هيطمن أكتر. لو عطلته في المطار من 6 ل 8 ساعات زي ما بيقولوا إن إجراءات الفحص بتاع فيروس كورونا تستغرق من 6 ل 8 ساعات هينبسط، لأنه يحس إن أنت دولة عاملة اللي عليها، ويحس إن هو وهو قاعد وسط بلدك هو قاعد آمن، هو مطمن إن هو قاعد مفيش حاجة هتفاجئه من ورا ظهرك كدولة. فما بالك بقى الطلبة وما بالك التلاميذ؟ مفيش داعي للتهييج غير المبرر، لأنه كل سنة في أجازة نص السنة من 2011 لو تفتكروا كل سنة يدوروا على تخريجة يقولك الدراسة هتتأجل عشان العمليات الإرهابية، دراسة هتتأجل عشان كارثة معرفش إيه، دراسة هتتأجل علشان الجو معرفش فيه شوية تراب. طبعا ده كلام أنا بالحقيقة يعني بقيت حاسس إن أجهزة الدولة قاعدة شغلتها انها تنفي الاشاعات اكتر ما شغلتها انها تشتغل. فارحموا الناس وسيبوهم يشتغلوا وخلونا ننتج. ده احنا عندنا كم من الاجازات عبر السنه الدراسيه غير طبيعي وغير مبرر، وانا الحقيقه ما شفتوش في العالم حقيقه يعني. طيب تعالوا بقى نخش بما اننا دخلنا غصب عننا على موضوع كورونا. الطياره المصريه القادمه من ووهان اقليم الصين اللي كان سبب وبداية انتشار فيروس كورونا وصلت مصر بعد ظهر اليوم في حوالي الساعة الثانية وعدة دقائق، وعلى متنها 301 مواطن مصري. وصلت إلى مطار العالمين، وأفادت مصادر بالطيران المدني أنها هبطت بمطار العالمين وأنه فيها 290 راكب بالإضافة ل 11 رضيع. وزارة الصحة والسكان خصصت مستشفى لاستقبال المصريين العائدين زي ما قلت لحضراتكم امبارح بالتفصيل، مستشفى النجيلة في مرسى مطروح، وهي مجهزة بكل ما يلزم خلال 14 يوم. دي لقطات للمصريين العائدين من داخل الطائرة، والحقيقة هتفوا بحياة مصر وهتفوا بحياة السيد الرئيس
وهتفوا بحياة هذه البلد اللي بتحب أولادها وبتحافظ عليهم، وزي ما قال الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان اللي كانت في استقبالهم أن مصر قادرة على حماية أولادها. وكمان صرحت أن مصر فيها أحدث اختبارات لفيروس كورونا وما فيش إصابات بين العائدين من ووهان. وأكدت كمان عدم رصد أي أعراض للإصابة بهذا الفيروس بين المصريين، وقالت أنه تم إعداد مستشفى مجهز لأي اشتباه إصابة بالمرض، وأن الحجر الصحي مجهز لمختلف التخصصات. تعالوا بقى نخش على الخبر بتاع مجلس الوزراء. المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بيقول أن مصر من ضمن 10 دول أعلنت استقبال أبنائها الموجودين في ووهان الصيني، وتابع سيتم عزل المصريين القادمين 14 يوم وسيمنع التعامل معهم تماما، لكن سيتم توزيع كمبيوترز وتليفونات محمولة للتواصل مع قرايبهم، يقولوا لهم الحمد لله على السلامة، يطمنوهم عليهم، وإنه في خدمة 5 نجوم وإن هم نازلين في فندق تابع للقوات المسلحة زي ما قلنا لحضراتكم امبارح، إلا هيشتبه في إصابته بدرجة حرارة عالية، بمرض مزمن، بأي شيء من هذا القبيل، هيتم نقله فورا للمستشفى. طيب احنا معانا محمد بخات المراسل الصحفي من مرسى مطروح. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا فندم. يعني يا ريت حضرتك تدينا فكره كده لما رايته رؤى العين من مظاهر استقبال وتسكين والاطمئنان على 300 مصري اللي رجعوا النهارده من الصين. النهارده هم اللي رجع بالظبط هم 303، وصلوا حوالي الساعة 3:30 مطار العالمين الدولي. ما خرجوا طبعا كان في استعدادات شاملة، استعدادات من خلال الحجر الصحي داخل المطار، استعدادات أمنية، طبعا كان في استقبال الوزيرة نفسها كانت موجودة من بدري. الحجر الصحي وجميع الطاقم الطبي اللي كان في انتظار الطيارة كان مجهز على أعلى مستوى، غير الأطباء الثمانية اللي كانوا على متن الطيارة القادمين من الصين. طبعا تم عمل إجراءات اللازمة وبشكل سريع، جميع العائدين كلهم بخير. طبعا الأوتوبيسات كان في حوالي 7 أوتوبيسات في انتظارهم، جميع الإجراءات بالنسبة لسرعة الإجراءات وسرعة نقلهم. تمام. المكان اللي هيقيموا فيه بعيد عن مطار العالمين بقد ايه يا استاذ محمد؟ مطار العالمين حوالي 150 كيلو شرق مدينه مرسى مطروح، اللي هم حاليا تم نقلهم فيها داخل فندق المشير على الكورنيش في البحر في نهايه كورنيش مطروح يعتبر. طيب انا بشكر حضرتك استاذ محمد بخات المراسل الصحفي من مرسى مطروح، بس يبدو طبعا انه في قيود شديده على الصحافه ان هم طبعا ما يقربوش من العائدين علشان نقدر نعزلهم صح ونعمل حجر صحي مظبوط لغايه لما نطمن عليهم. بالمناسبه ده كمان طاقم الطياره 13 فرد وكانوا مدربين على اعلى مستوى، معاهم 6 من وزاره الصحه مدربين مخصوص لهذه المهمه، 19 فرد دول هيتم حجرهم صحيا 14 يوم، يعني مش بس المصريين العائدين، لا ده الطاقم اللي اختلط بيهم واتكلم معاهم، قدم لهم اكل وقدم لهم مشروبات ورحب بيهم لغايه لما نزلوا في العالمين. اخيرا المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قال انه السفاره المصريه في بكين قامت بعمل بطولي لنقل المصريين من ووهان الصينيه. تعالوا ننقل على خبر تاني يخص دكتور خالد العناني وزير الصحة والأثار، والحقيقة بيقوم بنشاط غير عادي منذ ضمت وزارتي السياحة والأثار. أنا قلت الصحة، معلش عفوا، ده بتأثير الخبر اللي فات. الحقيقة من ساعة ما السياحة والأثار بقوا وزارة واحدة مرة تانية بعد أكتر من 50 سنة، دكتور خالد بيقوم بمجهود كبير جدا. النهاردة دكتور خالد العناني تفقد الاستعدادات النهائية بقصر البارون بحي مصر الجديدة عشان يتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمشروع الترميم.
تمهيدا لافتتاحه بحضور دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار وعدد من القيادات بالمجلس والوزاره، دول اللي كانوا موجودين النهارده. شايفين قصر البارون في ثوبه الجديد. وقد انهت وزاره السياحه والاثار حوالي 95% حتى الان من مشروع الترميم واعاده تاهيل القصر. العميد هشام سمير مساعد وزير السياحه والاثار للشؤون الهندسيه والمشرف العام على القاهره التاريخيه ايضا كان موجود في هذا الاجتماع وهذه الزياره. دي لقطات من قصر البارون الحقيقه، يعني زي ما شفتوا كده قصر عابدين امبارح، اديكوا شايفين برضو قد كده قصر البارون برضو يعني يستحق الزياره مننا جميعا. واتمنى انه يكون في برضو يعني اجراءات امنيه مشدده لزيارته، بدل ما احنا كنا اهملناه فتره طويله لدرجه بقى سمحت للاشاعات بتاعه الشياطين وعبده الشياطين والهكس اللي كان اتسمع ده والحفلات الصاخبه والماجنه الكلام اللي وصل للجرايد. طيب هقول بس حاجه سريعه كده عن زد دي اف اللي هي محطه التلفزيون الالماني، هو خبر مهم هقوله في سطر بس، ان وزير الخارجيه الالماني هايكو ماس بيقول انه هيجتمعوا تاني كل وزراء خارجيه الدول المهتمه والمعنيه بليبيا هيجتمعوا تاني في منتصف مارس بعد ما كانوا في 19 يناير. وانتوا شفتوا كمان كان الاجتماع مش بس وزراء الخارجيه، ده كان على مستوى الرؤساء ايضا. طيب تعالوا هنشوف فيديو لمنظمه فاو للتغذيه، المنظمه العالميه للتغذيه، عن مصادر المياه العذبة وإزاي نقصت بنسبة كبيرة جدا خلال الأربعين سنة الماضية. شوف نرجع مع حضراتكم. انتوا عارفين موضوع التغذيه ده مهم لدرجه ايه؟ النهارده مدير الحجر الصحي بوزاره الصحه دكتور محمد امام، اعتقد اسمه دكتور محمد امام، ايمن امام، النهارده صرح بتصريح مهم جدا. لو تفتكروا الاسبوع اللي فات انا وجهت سؤال لاحد ضيوفي على الهاتف وقلت له التوم، وحددت التوم، التوم واليوستفندي والحاجات اللي بنستوردها من الصين موقفها ايه؟ الحقيقه انه صدر قرار من اعضاء الغرف التجاريه بحظر استيراد التوم الصيني، رغم انه على حد قول الدكتور ايمن امام مدير الحجر الصحي، رغم انه ده مش من وسائل انتقال الفيروس، لكن اجراء احترازي زياده ومهم. طيب تعالوا نروح ميدان التحرير اللي شغالة في الحفارات والأجهزة على قدم وساق. ونشرت النهاردة وزارة الإسكان مقطع فيديو لأعمال تطوير ميدان التحرير، عرضه دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. فاكرين في أول حلقة لما تكلمنا عن التمثال اللي بيتعمل، شايفين دي لقطات من المأمول لميدان التحرير، اعتقد انه ده هيبقى عليه الشكل النهائي. دي لقطات لميدان التحرير ان شاء الله. هو معلش يعني المكان ضيق دلوقتي واللي يعدي منه يلاقي الدنيا زحمه شويه ومكركبه، لكن ان شاء الله تنتهي هذه الاعمال قريبا. طب نروح لخبر تاني عن افتتاح متحف وبانوراما شهداء ليبيا في كنيستهم بقرية العور بصملوط يوم السبت 15 فبراير اللي هو عيد استشهاد شهداء ليبيا الثاني. هيتم افتتاح متحف شهداء الإيمان بليبيا بكنيستهم كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور، وهيضم بانوراما توثيقية عن رحلة الشهداء من مرحلة خطفهم وحتى مرحلة ذبحهم حتى عودة أجسادهم. البانوراما هيبقى فيها وثائق
وصور، وهتكون موجودة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وهيكون في هيكون في كمان أجزاء من مقتنيات الشهداء وملابسهم وهكذا. المقتنيات تم وضعها في إطار مخصص لدوت داخل المزار اللي فيه أجسادهم، والنعوش اللي حملتهم من ليبيا إلى مصر، والملابس اللي استشهدوا بيها، وبعض المقتنيات اللي كانت بحوزتهم. طيب احنا معانا دكتور ضياء القوصي الخبير المائي. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا فندم. من فضلك، يعني دلوقتي موضوع نقص المياه العذبه، ايه العوامل اللي ادت لتقليل المصادر منه بنسبه، يعني انا مش قادر اصدقها، نسبه 60% في 40 سنه؟ موضوع يعني فيه تقلص فظيع. يعني بالنسبة للميزانية المائية المصرية الكلام ده غير صحيح الحقيقة. نعم يا فندم، بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للميزانية المائية المصرية اللي هي فيها 95% أو 97% من مياه النيل، الكلام ده غير صحيح. لأن تصرف النيل خلال 40-50 سنة اللي فاتت لم يتأثر كثيرا. وبالعكس، يمكن العشر سنين الأخيرة كان فيه زيادة عن المتوسط بشكل أو بآخر. انما اذا تحدثنا عن الامطار مثلا، الامطار في السواحل الشمالي، الساحل الشمالي الشرقي والغربي لجمهوريه مصر العربيه ايضا، يمكن السنه دي حاسين ان يعني شهر يناير لم يتوقف الامطار على شمال الدلتا، الحمد لله. مش عارف يعني الحقيقه، يعني المعلومات دي جت منين بالظبط؟ هو منظمه الفاو اللي هي منظمه الاغذيه العالميه كانت قالت الخبر ده فيما يخص الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشكل عام، مش على مصر بالتحديد. ما إحنا يبقى بنتكلم على موضوع تاني بقى، اللي بنسميها المينا ريجن أو السيوانا، اللي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الممكن أن يكون ذلك يعني. طب اسمح لي يا دكتور ضياء، عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا بالنسبة لمصر يخص موضوع سد النهضة. هل بتعتقد أن الخطوات القليلة اللي تم الإعلان عنها للاتفاق بين الدول الثلاثة على سياسة ملء السد وسنوات الملء وكم المية اللي هتخزن خلف سد النهضة، هل بتعتقد انه هنصل لاتفاق مرضي برعاية امريكا الولايات المتحدة قريبا؟ والله اللي انا شايفه، يعني انا طبعا لم احضر الاجتماعات ولم اشترك فيها، انما اللي انا شايفه انه اذا كان ما تنقلته وكالات الانباء صحيح، المرة دي ولأول مرة من 7-8 سنين يجتمع الأطراف المصري والسوداني والإثيوبي معهم مراقب، مش حاول وسيط، والمراقب ده كان البيت الأبيض الأمريكي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، اللي عرض الوثيقة التي وطلب من الأطراف الثلاثة التوقيع عليها هو البيت الأبيض. وواضح أن الوثيقة كانت يعني بتتطرق إلى حد ما مع تطلعات الجانب المصري، فالجانب المصري وقع عليها، الجانب السوداني والجانب الإثيوبي لم يوقعوا على هذه الوثيقة. أنا لا أستطيع أن أقول ماذا سيحدث في الاجتماع بتاع 12-13 فبراير، ولا أستطيع أن أقول ماذا سيحدث في الاتفاق 28-29 فبراير. إنما هو مطلوب من الأطراف الثلاثة تحويل هذه الوثيقة. لكن نستطيع يا فندم، نستطيع أن حضرتك تنورنا بعد الإعلان عن بنود الاتفاق ونحلله مع بعض ونقول للسادة المشاهدين فايدة ده بالنسبة لنا كمواطنين مصريين إيه؟ شكرا جزيلا دكتور ضياء القوصي الخبير المائي. تعالوا نروح لمعرض الكتاب نشوف جناح مهم في المعرض السنة دي، وهو جناح القوات المسلحة والكتب الموجودة في هذا الجناح، ونرجع مع حضراتكم في مساء الخير. معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 لعام 2020 بيضم أجنحة من بينهم جناحين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، اللي بيضموا عدد كبير من الكتب والمتعلقات العسكرية. بحرص على زيارة جناح القوات المسلحة وبدور على كتب كتيرة بلاقيها هناك، كتب عن تاريخ العسكرية المصرية وكتب عن
حتى كان في كتاب عن المصطلحات العسكريه المصريه ما لا تشغر في، او المصطلحات العسكريه مش المصريه ما لا تشغر في معرض، وكان شيء جميل في 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 في, في الدار التابعه للقوات المسلحه. جناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية من أهم الأجنحة اللي موجودة في المعرض السنة دي، وده لأنهم بيضموا عدد كبير من الكتب العسكرية والكتب اللي فيها تاريخ مصر وتاريخ الجيش المصري، وكمان روايات وقصص استشهاد الأبطال اللي بتدي دافع كبير لحب الوطن لأطفالنا وكمان لينا كلنا. تعرف الأطفال تاريخ بلدهم من ناحية الجيش وتخلي عندهم وطنية وانتماء لبلدهم، ودوت علشان ينمي جوانا وجوة أطفالنا روح التوعية الوطنية. هم الأمان، هم الاطمئنان بالنسبة لنا، وما شفناش الأمان دوت غير بوجودهم. طبعا المعارك اللي بتخدها كل يوم القوات المسلحة والشرطة المصرية مش بس بتكون بالسلاح، كمان بتكون بالثقافة والقراءة والكتب، وده اللي موجود في أجنحة وزارة الدفاع وزارة الداخلية اللي موجودين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 لعام 2020. أندرو مرجان، ميسات، مساء الخير. معانا على التليفون دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك معانا دكتور رضا. يعني احنا بقالنا دلوقتي 7-8 سنين كل اجازه نص السنه تقعدوا انتوا يا عيني بدل ما تشتغلوا وتشوفوا الترم الثاني ومشاكله تقعدوا تنفوا في اشاعات ان احنا مش هنأجل الدراسه، مش كلامنا مظبوط؟ لا تأجيل للدراسه، والدراسه في موعدها كما هو مخطط لها يوم 8 باذن الله ان شاء الله. واحنا برضو بدورنا منسقين مع وزاره الصحه والطب الوقائي، وفي نشرات نزلت المدارس بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللي ممكن نتبعها مع أولادنا. لأننا إحنا وزارة التربية والتعليم حريصين على سلامة أبنائنا. الاحترازات فيها إن إحنا التهوية طبعا الجيدة للفصول، أيوة، النظافة الشخصية والنظافة العامة، المطهرات اللي موجودة تبقى متوفرة في المدارس. أي طفل أو أي طالب أو أي تلميذ يشعر بالبرد على طول أدينا تعليمات للظاهرة الصحية والوحدات الصحيه ان هم يسهلوا لهم يبقى ياخدوا اجازات الى ان يتم شفاءهم ثم يعودوا للمدارس مره اخرى. حته مهمه برضو بقولها تاني، ثقافه التقبيل يجب ان تقل وتنخفض في المجتمع المصري. لان ما ينفعش ابدا انا قاعد يعني نقعد نبوس في بعض طول النهار والليل كده ولسه سايبين بعض من 5 دقايق ونتقابل تاني اهلا وبعدين ناخد العدوى تنتقل. أي. الطب الوقائي في وزارة الصحة مأكدين على ان انت لو حد مصاب بنزلة برد عادية يجب ان انت تسيب مسافة بينك وبينه على الاقل 1 متر. انا بتهيألي يا دكتور احنا ثقافة ارتداء الكمامة ده صعبة جدا عندنا ان احنا نطبقها كمواطنين مصريين مهما حصل، ولا ايه رأيك؟ لا طبعا، هو لا بص حضرتك، الالتزام، التوعية، واثنين من الحاجات المهمين يعني الصين عندها المشكله، لكن الناس اللي جم من الصين بياكدوا ان الناس هناك ملتزمه، يعني التعليمات بينفذوها بالحرف الواحد ودي مهمه برضه. فاحنا عندنا ان شاء الله نبقى ملتزمين، يبقى عندنا توعيه. احنا بدورنا عندنا 23 مليون طالب في مصر في التربيه والتعليم في المدارس، فده يعني قطاع كبير قوي، فاحنا بنعمل فيه توعيه ان شاء الله في طابور. طب معلش اسمح لي يا دكتور اخر سؤال، هل فعلا حصل دورات تدريبيه للمشرفات وللعاملات في المدارس على النظام الصحي ده؟ طبعا انا عندي اداره عامه في وزاره التربيه والتعليم اسمها الاداره العامه للتربيه البيئيه والسكنيه، هي على علاقه وثيقه بوزاره الصحه والطب الوقائي تحديدا. ويوم الخميس القادم ده بالصدفه يعني انت بتكلمني هيبقى في فيديو كونفرنس هيتكلم فيه مع المسؤولين والكوادر التعليميه على مستوى الجمهوريه كلها عن الاجراءات اللي المفروض يعملوها وينقلوها للطلبه علشان. طب معلش السؤال اللي بعد الاخير، هل ممكن حضرتك تطلعنا على ردود افعال الاهالي بعد اعلان نتيجه الاولى وثانيه ثانوي؟ بص حضرتك برضو ده يعني انت بتنقلني نقله ثانيه، بس مع انا معاك مفيش مشكله يعني. طبعا حضرتك قادر يعني الامتحانات الاولى ثانوي الورقيه التظلم معمول به بالقرار الوزاري فيقدر يتقدم بتظلم و و اما الثانيه ثانوي الامتحان الالكتروني فاحنا حاصرين كل من قدم اللي هو حصل له محضر، وبالتالي هتتخذ الاجراءات القانونيه حفاظا على حقوق هؤلاء الطلاب. اما المراجعه او التظلم من الدرجات في النظام الالكتروني هذا غير معمول به. طب ما قلتليش برضه رد الفعل عامل ازاي؟
رد الفعل ما احنا بنقيسه. احنا لما بيجي لنا الناس في الشكاوى عندنا بنوجههم بنقول لهم ده اللي انا بقوله حضرتك. يعني لسه ما جاش، ما عرفتش حضرتك مدى قبول القاعده الشعبيه العريضه من اهالي اولى وثانيه ثانوي بعد الزيطه اللي كانوا عاملينها على امتحانات الالكترونيه؟ لا هو طبعا بص حضرتك بعد ظهور النتيجه طبعا في ناس شعر بالارتياح لان درجاتها مرتفعه وبدأوا يعرضوها على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي ناس طبعا درجاتها او النقاط اللي جابوها منخفضه فبدأوا برضو ايه يتكلموا على ده. انا بس عايز اكد على حاجه. اتفضل يا فندم. اولى ثانوي ثانيه ثانوي امتحان نصف السنه الاولاني لا رطوبه فيه، بمعنى ايه؟ هو هيتضاف على الـ على الـ على اللي هيجيب الطالب في الفصل الدراسي الثاني. أيوة. وبالتالي لا يتحدد رسوب حاله الطالب اللي بعد جمع درجه الفصل الدراسي الاول مع الفصل الدراسي الثاني. وانا بهيد بكل الطلبه لو لقى نفسه جاب درجه قليله في الفصل الدراسي الاول يبذل جهد شويه عشان يجيب درجه عاليه في الفصل الدراسي الثاني. شكرا جزيلا دكتور دحجازي نائب وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. اعتقد ان احنا نكتفي بكده في الاخبار ونروح على طول لاولى فقرات الحوار لهذا اليوم. مساء الخير. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير. ضيفتي النهاردة هي الخبيرة الاقتصادية الكبيرة دكتور بسنت فهمي عضو مجلس النواب. وأنا قلت لحضراتكم في البداية يعني نوع من أنواع البيوغرافي كده أو جزء من السيرة الذاتية عن سنين طويلة وشغل كتير جدا لدكتور بسنت على مستوى العالم كله في الخبرة الاقتصادية والمصرفية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. منورانا يا فندم. ربنا يخليك. دكتور بسنت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سجال ومداولات استمرت أكتر من 4 سنين، تقييم حضرتك لده بالنسبة لاقتصاد بريطانيا في البداية إيه؟ بص حضرتك العالم بيتغير خالص اقتصاديا خالص، والناس ما كانتش منتبهة إن احنا محتاجين أسلوب جديد لإدارة اقتصاد العالم. الأسلوب الجديد ده ما ينفعش إن كل دولة تشتغل لوحدها. أوروبا ما فيش شك دولة قارة قوية، لكن كانت قوية باستثماراتها في أفريقيا، ما هياش قوية لوحدها. يعني كانت أغلب الدول الأوروبية لها مصالح في أفريقيا، وبالتالي كانت قوية جدا باستثماراتها في أفريقيا باستغلالها للمواد الخام إلى آخره. النهاردة لما هي عملت استقلت ومن سنة 58 وبتاع حاول تعمل الاتحاد الأوروبي وبعدوا خالص الأفارقة عنها، أصبح الاتحاد الأوروبي مش بالقوة اللي كان يتصورها. إنجلترا من زمان ما دخلتش الاتحاد الأوروبي لأنها كمان كان لها عملتها لوحدها ولها مصالحها لوحدها، واستمرت على هذا النحو جوه أوروبا وفي نفس الوقت مش في أوروبا. اللي حصل أخيرا ده مهم جدا بالنسبة لإنجلترا وبالنسبة لأمريكا وبالنسبة لأفريقيا. يعني إنجلترا خرجت من الاتحاد الأوروبي لكنها بتعمل اتفاقيات تجارية كبيرة قوي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تصبح الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إنجلترا ومصر هي المدخل إنها تستطيع إنها تستثمر جوه أفريقيا بقوة ما كانتش موجودة قبل كده. صحيح. فالتحرك اللي عملته إنجلترا تحرك في منتهى الذكاء، واتحادها أو تعاونها أقصد تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية هيسهل لها قوي دخول أفريقيا. وهي كانت عاملة مؤتمر قريب أو اليومين اللي فاتوا أو الأسابيع اللي فاتوا كان اسمه إنجلند أفريكا، ومصر حضرت هذا المؤتمر. طبعا الاستراتيجية كلها إيه؟ أنه يحصل تعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وهي طبعا دولة عظمى، وتبقى دايما إنجلترا هي الممر عن طريق مصر إن شاء الله. فالخروج من الاتحاد الأوروبي كان له حكمة، والتكتل الأوروبي للأسف يعني ما كانش ناجح، لأنه شوف حيك من سنة 58 لغاية النهاردة أنا أقدر أعتبره اتحاد نقدي، هو مش اتحاد حقيقي اقتصادي، ده اتحاد نقدي ما وصلش بالأهداف على مستوى العملة يعني نقدي، يعني بيتعاملوا بنفس العملة بيتحركوا بينهم من بعض، لكن ما قداش يعني مثلا ما هماش الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، فرق كبير قوي. لكن هل يا فندم هل بتعتقدي أن بما أن إنجلترا قوية
ده اللي خلاها تاخد هذا القرار، لان بقية دول الاتحاد محملة على اقتصاد بريطانيا، وهل هي كده مرشحة لان هي ترجع الامبراطورية البريطانية العظمى مرة تانية؟ لا، هي عملت فكرت كويس ولقت ان الاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية افضل لها، وانها كونها تشتغل مع الولايات المتحدة الامريكية باتفاقيات تجارية كبيرة، وانها تدخل عن طريقها افريقيا، دي بالنسبه لها طبعا ما فيش شك انجح بكتير، لان زي ما قلت لحضرتك الاتحاد الاوروبي صحيح قوي لكنه كان بيعتمد في الماضي على ثروات افريقيا، ودي ما بقتش موجوده، الظروف اتغيرت والوضع اتغير، ف يعني الامور اتغيرت خالص. فبالعكس انا شايفه ان خروجها في منتهى الذكاء، وان شغلها مع الولايات المتحده الامريكيه وشغلها معها على افريقيا بالذات هيبقى ناجح جدا بالنسبة لإنجلترا. طيب، بريطانيا كانت بتساهم بعشرة مليار جنيه استرليني في ميزانية الاتحاد الأوروبي، خروجها هيأثر إزاي على الاتحاد نفسه؟ بص حضرتك، هما برضو ما هماش دول قليلة، يعني ألمانيا دولة قوية، فرنسا دولة قوية، دي برضو دول كبيرة وقوية، وضروري إنهم عن طريق، وهي ما قالتش إنها يعني هتخرج ومش هتشتغل معهم، لا هي قالت هتعمل اتفاقيات تجارية كثيرة مع أوروبا وتستمر في العمل معهم. يعني أنا عايزة أرجع إن العالم ما فيش حاجة اسمها النهاردة دولة تشتغل لوحدها، مش حاجة اسمها كده. العالم النهاردة أصبح كأنه دولة واحدة، وزي ما تكون أنت جوه مصر مثلا وتقول أنا من القاهرة، واحد يقول أنا من اسكندرية، العالم بقى كده. حتى أنا دايما أشير للفظ كان زمان تتسمى الشركات الكبرى شركات متعددة الجنسيات، اللفظ ده اختفى وبقى اسمها عابرة للقارات. ليه؟ هما فيش عايزين كلمة جنسيات دي، شوية شوية هتتلغي خالص. ومش عايز أقول إن حتى مفهوم السيادة هيتغير قدام شوية. فالعالم بيتغير وبيقرب من بعضه، والسبب في كل ده هو التكنولوجيا، هي اللي عملت كده، رفعت الحدود، قللت المسافات، قربت الناس من بعض قوي. فبقت النهاردة حضرتك أنت قاعد جوه مصر ممكن في ثانية تعرف، شوف اللي بيحصل في الصين عمل إيه في العالم كله. شوف الصين دي بعيدة ازاي، لكن أثرت على الكرة الأرضية كلها. طب بالنسبة للمواطن البريطاني دكتور باسانت، يعني العملة البريطانية انخفضت حوالي 14% بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وده معناه ان البضاعة اللي بيشتريها المواطن البريطاني ممكن تكون غليت او تقل شوية من معروضها في السوق مثلا، تأثير ده على المواطن نفسه ايه؟ لا شوف حضرتك، انخفاض العملة له مزايا وله عيوب. من يعني الحرب اللي قامت بين أمريكا والصين هي لأن الصين كانت بتخفض العملة. تخفيض العملة أفضل للسياحة، أفضل للتصدير، أفضل للاستثمار. فالعملة القوية، يعني أنت لما تروح بلد وعملتها قوية قوي، يعني أقصد عفوا ما تروح لبلد والعملة بتاعتها بتبقى قوية، أما تيجي تصدر سلاحها بتبقى غالية. والسلع الغالية ما بتخشش أسواق كتيرة، إيه اللي خلى الصين غزت العالم كله؟ سلعها رخيصة. فمسألة العملة والسياسة النقدية ده موضوع حساس قوي، لكنه أنا متأكدة الإنجليز دول من أقدم البنوك المركزية في العالم. فأنا متأكدة أنهم فاهمين كويس قوي، هم حاطين رجلهم على أنو أرض، وأنا بثق في الفكر الإنجليزي بالذات الحقيقة في إدارة البنوك والسياسات النقدية في العالم، دي دول عريقة، دولة عريقة جدا وقديمة، فاهمين كويس قوي هم بيعملوا ايه. انا ما تصورش ان هتواجهها مشاكل، بالعكس انا بتصور ان بشغلها مع الولايات المتحده الامريكيه على افريقيا هيفتح لانجلترا مجالات كبير ما كانتش مفتوحه طبعا. طيب حضرتك طبعا عارفه انه ميشيل بارنييه اللي هو المفوض الرئيسي للاتحاد الاوروبي قال نحن الان اضعف بعد خروج بريطانيا، طبعا تحليل حضرتك. هي قويه، هي قويه، بس انا عايزه اكرر إن هم عمرهم ما وصلوا إلى الوحدة اللي كانوا بيكلموا عنها. يعني هم لو كانوا وصلوا إلى ذلك كانوا بقوا زي الولايات المتحدة الأمريكية. لا، هم مش زي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كل دولة لها حكومة، مش واصل للولايات. كل دولة لها حكومة، وكل دولة لها رئيس، وكل دولة لها بنك مركزي، وكل دولة دول مختلفين، دول دول مختلفة. دي مش الولايات المتحدة الأمريكية. لو كانوا وصلوا إلى ده، وبالرغم إن هم بيشتغلوا على الكلام ده من سنة 58، مش عارف حضرتك شوف السنين قد إيه، ما قدروش يصلوا إلى إنهم يعني إذا استخدمت لفظ يدوبوا في بعض. صحيح. رغم إن هم بقالهم داخلين في 60 سنة. وتخش كل دولة تكلمك على الدول الأخرى إن هي أحسن واحدة وإن هم أقل منها، وفي عنصرية شديدة بين الدول في أوروبا.
كل دولة شايفة نفسها أحسن من الثانية بطريقة أو بأخرى، عن حق أو عن باطل، إنما دي مش الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية دولة واحدة. طيب زيادة النفوذ والدولي والتجارة الحرة والخوف من تنامي الإرهاب والخوف من اللاجئين، دي الأسباب تقريبا اللي تقدمت مثلا للخروج، وفي دول تانية عندها نفس الأسباب. هل بتتصوري حضرتك إن بعد انضمام تركيا ممكن تسعى أطراف أخرى للخروج من الاتحاد الأوروبي؟ بص حضرتك، مش موضوع انضمام تركيا، في مشاكل النهاردة عالمية. العالم كله لازم يقف ويقول المشاكل دي طلعت ليه وهنحلها ازاي. يعني هو الإرهاب ده طلع ليه؟ فقر وجهل ومرض وعنصرية وما فيش عدل. يعني ما تقعد تعدد، أنا النهاردة أنا في كنت شفت لقطة كده أثرت فيها قوي الحقيقة دوليا. يعني جابوا دولة في أفريقيا اللي هي بتنتج الكاكاو، وقعدوا الأفارقة أصحاب الدولة دي الشباب وقالوا لهم إيه ده؟ قالوا لهم دي ثمرة الكاكاو. وبعدين طلعوا باكي كبير كده شوكولاتة قالوا لهم إيه ده؟ فالولاد سكتوا، قالوا لهم ده بيجي من ده، انتوا عاملين ده مش عارفين، لكن مش بتتمتعوا بده، ما يعرفوش يعني ايه ده. شوف حضرتك تبقى انت صاحب الحاجة. قيس بقى على الكاكاو دي كل حاجة. ناس عندها ثروات لا حصر لها، وناس تانية بتتمتع بهذه الثروات لسبب واحد. وهكلمك برضو، انا مش بهاجم الناس، اللي بالعكس انا شايفة ان احنا جزء كبير من العيب كان علينا. كثرة الكلام على العنصرية وعلى الخناقات النهاردة العالم لما تيجي تقسم الكرة الأرضية كده اقتصادية، هتلاقي مجموعة من الدول عندها تكنولوجيا عالية قوي قوي، ومجموعة تانية عندها فلوس، والفلوس دي أسهل حاجة على فكرة، لأن في نوع جديد من التمويل اسمه الكراودينج فاينانس، إن زي الجمعيات عندنا زمان عشان أسهلها. إن الناس تحط فلوس مع بعض كده وكل واحد يستفيد، وفي ناس عندها ثروات. أصحاب الثروات عمالين يبيعوا في ثرواتهم بملاليم ويستوردوا كل حاجة، من الأدوية للأغذية، وأصحاب التكنولوجيا هم اللي مسيطرين على كل حاجة، حتى لو ما عندهمش ثروات بالظبط، بس التكنولوجيا غالية. أيه. فالنهاردة لما تيجي تقول الكرة الأرضية بشكلها دي، والله أنا بقالي سنين عمال أقول يعني لازم تتعمل أسلوب جديد لإدارة اقتصاد العالم، علاقة ثلاثية، في ناس أصحاب تكنولوجيا عالية قوي لا جدال عشان يوصلوا لها صرف وقد كده، وفي ناس نقدر نجيب فلوس سهل، بكلوا عليك فلوس دي أسهل حاجة. نمرة ثلاثة، في ناس تانية مجموعة عندها ثروات. أخذ أفريقيا مثلا، عندك كل ما يخطر على بالك، ذهب، عايز تطلع على القمر إحنا اللي عندنا اليورانيوم، عندك ذهب وعندك يورانيوم وعندك فضة وعندك بترول وعندك غاز وعندك زراعة وعندك مية، عدت كامل قوة بشرية، ثروة بشرية من حكمة ربنا. يعني ربنا خلقنا كلنا شعوب وقبائل، كل واحد عنده حاجة نتعاون مع بعض. فكرة ان يعني كان في افكار كده ساعات تتردد اللي هي بتدعو الى النزعات الانفصالية دي مش كويسة. النهاردة العالم لازم، وبكرر لازم، نتقبل فكرة في ناس عندها تكنولوجيا، أنا عندي ثروات، وفي ناس عندها فلوس. طيب النقطة هنا بقى، هتوزع النسب ازاي؟ يعني لو أنا جيت قلت إحنا هنعمل شركة 100 نقطة، أصحاب التكنولوجيا هياخدوا قد إيه، وأصحاب الفلوس قد إيه، وأصحاب الثروات قد إيه. هي ده الخلاف. ولازم نفهم إن أهم ما في التلاتة في المعادلة دي هي التكنولوجيا. تكنولوجيا. لا طبعا. كده هي اللي بتفرض مثلا لما يجي يدور على بترول ولا يطلع بترول. مش عندك بترول طب انزل طلع. أكتر من 50%. اطلع انزل طلعه لو قدرت تطلع. لو أنت تعرف تطلع. طيب عايز أعبر سريعا على الأكثر تأثيرا على إعلام العالم كله، وهو فيروس كورونا. هل ده هيأثر؟ يعني أنا معايا بعض المساهمات من المصريين العائدين من ووهان الصينية النهاردة في الطيارة، والحقيقة بيقولوا يعني إن هم شاكرين جدا لمصر ولسيادة الرئيس، وإنه مصر من الدول العشرة اللي رجعت رعاياها، وإن هي كمان رجعت رعاياها على حسابها
لان الامريكان اللي عايز يرجع بيدفع $1,000، وفي دول الامريكان اغنياء حضرتك، وفي دول تانية غنية رفضت انها ترجعهم اصلا، مش عايز اقول اسامي حضرتك عارفة اكيد. ففي بعض يعني المساهمات دي يعني ممكن اقتصاديا تترجم لايه؟ مساهمات ايه؟ لا المساهمات بتاعت الناس فرحتهم ان هم راجعين مصر، وان هم منتظرين يرجعوا تاني وهان بعد ما الامور تستتب، لان هم بيحبوها كمدينه وشايفين ان هي فيها مستقبل حلو، واللي كانوا بيدرسوا ماجستير ودكتوراه وغيرهم. بص حضرتك، اللي حصل في الصين ده ضربه الاقتصاد العالمي مش هنفوق منها بسرعه. يعني الموضوع مش الصين، الصين دي بتصدر مش عايز اقول لثلاث ارباع دول العالم. افريقيا، انزل افريقيا كده حضرتك وشوف الصين موجوده ازاي. روح الخليج شوف الصين موجوده ازاي، روح اوروبا، روح امريكا، السلع الصينيه موجوده في كل حته. ولذلك انا لما اجي اقول ميكروب زي ده مش هيضرب الصين، ده هيضرب العالم كله. بس ليه حضرتك بتقولي ضربه قويه للاقتصاد العالمي مش للاقتصاد الصيني؟ هقول لك ليه. اتفضلي. انت النهارده حضرتك لو هفترض ان افريقيا دي بتستورد مثلا 50-60% من سلعها من الصين. طيب السلعه دي هتيجي؟ لا مش هنقدر نجيب، ولا هنقدر نوفر بديل محلي مثلا. ولا تقدر توفر بديل. طب السلع اللي كانت بتيجي دي مش كانت فاتحه شغل بيوت ناس؟ ايوه طبعا. حتى لو كان في تجاره، بس مش في شحن كان بيشتغل؟ طبعا. مش في بترول، مش في ناس بتقوم بهذا الشغل. ولذلك انا هرجع تاني ان الكره الارضيه كلها مرتبطه ببعض. مش حاجه اسمها انا في الصين هتاثر والعالم هيقف يتفرج اطلاقا. التاثير مش المرض، التأثير التجارة والصناعة ومنتجات الزراعية والأغذية والأدوية، مش كل ده كان بيخرج من الصين بيروح على العالم كله؟ وده حيظل يخرج؟ لا. الصين مديونة مشترية سندات أمريكية بمبالغ فلكية. هتعمل إيه؟ هتروح تسيلها؟ الجهاز المصرفي الصيني اللي بيشتغل على العالم كله مش هيحصل له هزة؟ هيحصل له هزة. طب ما هو يهتز بالحجم الكبير ده، دي تاني أكبر دولة، هتأثر على كل الأجهزة المصرفية في العالم، التجارة الدولية، ده موضوع هياخد العالم كله. دي مش دولة قد كده هنعمل نحوطها ونسيبها. دي متواصلة بكل دول العالم. لهدهشني النهاردة إن أحد المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية بيقول ده لمصلحة أمريكا عشان الصناعة ترجع أمريكا تاني. ترجع إزاي يعني؟ ترجع ازاي؟ هي الصناعه دي حضرتك هتحدد شنطتك وتمشي؟ دي مصانع وفيها عمال وفيها التزامات ماليه وفيها تامينات وفيها قروض للبنوك، ده موضوع هياثر على العالم كله متشابك. وتاكيد لكلام حضرتك، هم صرفوا لغايه دلوقتي اكتر من 11 تريليون يوان صيني على الفيروس، فيعني لغايه لما يخلصوا عليه هيصرفوا قد ايه؟ كل ده مخصوم ميزانيه الاقتصاد العالمي. بالظبط. وما نقدرش نعرف طبعا كل الدول اللي الناس خرجت منها ورجعت بلادها دي هيبقى الاثر ايه. يعني انا كمان الامم المتحده ما اعلنت خلاص ان ده بقى وباء. لازم نخلي بالنا اما يحصل حاجه زي دي مش هتاثر على الصين، هتاثر على الاقتصاد العالم كله. الصين مش دوله صغيره، دي تاني اكبر اقتصاد في العالم. طيب ارجع لبريطانيا عشان اسال، هل المواطن المصري يتاثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ اذا كان له علاقات تجاريه وصناعيه معهم. يعني اذا كان اي شركه في مصر، البنوك، الشركات، طبعا مش التاثير. انا بكرر ان اللي حصل ده لصالح انجلترا. يعني انا بتحليلي على اساس بسيط، يعني علاقه انجلترا بالولايات المتحده الامريكيه ما هياش علاقه بسيطه. فاذا كانت هتبرم اتفاقيات تجاريه قويه مع امريكا، وان شاء الله ده اللي هيحصل، على اساس انها تبقى هي اللي هتشتغل على افريقيا، تبقى المدخل لافريقيا، بس المدخل عن طريق مصر. الحقيقه دي نقطه ممتازه، ومصر جاهزه لهذا الكلام. يعني كان المغرب بتحاول تلعب نفس الدور بس ما قدرتش. طبعا حضرتك شايف ليبيا والجزائر وتونس طبعا لا يمكن. فانت ما عندكش غير مصر اللي هي تبقى الاتجاه، هيبقى الولايات المتحده الامريكيه، انجلترا، مصر، ثم افريقيا. فانا يعني اعتقد من وجهه نظري المتواضعه انه انجلترا هتستفيد اكتر بكتير من كونها داخل الاتحاد الاوروبي. وهي قالت كمان انا لما هخرج ده مش معناه ان انا بقاطع الاوروبيين، انا هعمل مجموعه كبيره من الاتفاقيات التجارية بيني وبين أوروبا برضو. ما فيش حد النهاردة حضرتك يقدر يشتغل لوحده. الكرة الأرضية بقت زي أسيوط والمنيا ومصر الجديدة، كلنا عايشين على مساحة صغيرة قد كده هو، وكلنا مرتبطين ببعض. ما فيش حاجة اسمها دولة تقوم والباقي يقع.
طب احنا كنا وصلنا ل 2 مليار جنيه استرليني استثمارات بريطانيه في مصر، وحضرتك كعضو في غرف تجاريه امريكيه والمانيه وغيرها على مدار تاريخ حضرتك الطويل، ربنا يديلك الصحه. الحقيقه انا لما حاولت النهارده يعني ادخل اجيب بعض المعلومات لقيت تاريخ طويل ومشرف جدا جدا، ويعني حتى حضرتك بيصفوكي بالعبقريه الاقتصاديه الرشيده. لا عبقريه ولا يعني احنا كمصر ايه اللي ممكن نعمله عشان نجذب استثمارات بريطانيه مباشره اكتر من كده او نستفيد بهذه الخطوه؟ اكتر دوله تعرف تتعامل معانا انجلترا. اصل التعامل بالفلوس رايحه وفلوس جايه. التعامل دي ثقافه، واخبار حضرتك الانجليز عاشوا هنا كتير طبعا وبيعرفوا ازاي يتعاملوا معانا ومع الافارقه بالذات الحقيقه يعني. فأنا متفائلة بالعكس بال 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 بالاتفاقية اللي هي أمريكا إنجلترا مصر. الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبيرة قوي، إنجلترا دولة عظيمة ما لا جدال إنهم ناس قدام، ومش عايز أقول لحضرتك نمرة واحد في السياسة في العالم يعني. وبيعرفوا يتعاملوا معنا كويس قوي وبيدوك حقك وبيحبوا مصر، مش حب يعني، نقصد شايفينها أنها من المناطق اللي يستطيع أنهم يستثمروا فيها كويس قوي. وهنا من زمان مقدرين يعني، من زمان الإنجليز من زمان قوي حضرتك في مصر. فأنا متفائلة جدا الحقيقة، مش بس موضوع خروجهم أو دخولهم، حتى وهم جوه الاتحاد الأوروبي كان علاقتهم بينا كويسة قوي. لكن النقلة اللي هي تبقى الولايات المتحدة إنجلترا مصر مختلفة خالص عن انك تقول الاتحاد الاوروبي انجلترا مصر. يعني انا بشوف انه، وانجلترا عمرها ما غيرت عملتها على فكرة. يعني هي ظلت بالاسترليني وهم ظلوا بالعملة بتاعتهم. فانا متفائلة في الفترة الجاية بالعكس، ومتفائلة بالعمل على افريقيا. يعني ان كل الترتيبة اللي تمت دي، ان هذه القارة الثرية ثراء فظيع تحتاج تكنولوجيا. وهرجع بقى للنقطة اللي حضرتك قلتها، ما حدش بيصحى الصبح يبقى ارهابي. الإرهاب والإجرام ده بيبقى من الفقر والمرض والعوز والظلم وقلة فرص العمل وقلة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي. فأنت النهاردة عندك قارة مليانة ثروات، مليانة شباب، شوف ازاي حضرتك طبعا واعدة في كل، يعني ما تبص، بص لي على العالم. أنا ساعات أضحك كده أقول لهم يعني ما فيش غير أفريقيا، هات الخريطة ولا هنروح نستثمر على القمر بقى، ما فيش حتة تانية. أوروبا زي ما أنت شايف خلاص وصلت مستثمرة كل شبر عندها، الصين أديك شايف من الشرق، أمريكا وكندا والمكسيك دول نافتا مع بعض، فاضل أفريقيا والشرق الأوسط. دي منطقة بقى فيها شغل، تعرف كمان حضرتك إن شاء الله لما تستقر بعد الحروب والدوشة دي، عندك في المنطقة العربية شغل بتاع 150 ل 200 سنة قدام، إعادة بناء الدول دي طبعا، والبنية التحتية طبعا، ومصانع. يا بقولك ولا 150 ل 200 سنة، التقدم بقى بتاعها بقى وتنمية مستدامة واقتصاد بيعلى، الشغل كله موجود والحمد لله. احنا عملنا مجهود بحيث ان اصبحت مصر تقدر تبقى سنتر. لكن امريكا بريطانيا مصر حضرتك ذكرتيها اكتر من مرة، هل ده اتمضى ولا ده توقع؟ لا لا لا، بص حضرتك هم عملوا يعني امريكا وانجلترا اتفقوا انهم يعملوا اتفاقيات تجاريه مع بعض علشان افريقيا. طيب مصر دورها ايه؟ ما انت ما هتخش افريقيا هتخش ازاي؟ لازم يبقى في مدخل، بوابه وتكون جاهزه اداريا واقتصاديا وبنكيا وبنيه تحتيه وبنوك انت جاهز. انت قطعت شوط طويل قوي قوي يعني، السنين اللي فاتت دي في ناس كتيره مش واخده بالها احنا قطعنا شوط طويل قوي. طيب الشوط ده اهلك انك تقدر تدخل. وبعدين انا هقول برضو، هم عشان يخشوا يشتغلوا في افريقيا مش هيقدروا يعيشوا دلوقتي جوه افريقيا. طب يعيشوا فين؟ في مصر. طب عندي هنا اللي واخدين عليها واللي عارفينها كويس، اللي عارفينها والشعب عارفهم وبيعرفوا ازاي يتأقلموا مع الناس. لحد كبير يعني انا هذكر حضرتك حاجه بسيطه كده، كان في سفير انجليزي قريب ومشي اللي كان بينزل ويقعد، هذا راجل لطيف قوي اللي كان بياكل كرشه ويروح يتعالج بعد كده. هم الانجليز كده يعني علاقتهم بينا قديمه قوي، واخدين على الشعب ايوه بالك، وعارفين البلد وعارفين ازاي يتعاملوا معاك. فدي يعني مش عايز اقول هم اشطر من الامريكان في الحته دي. طب عايز اسال هنا بقى برضو، عشان مصر تبقى بوابه لافريقيا، في ما زالت عقبات في افريقيا حتى ست الرئيس بيحاول يشتغل عليها على قدم وساق فتره رئاسه مصر للاتحاد الافريقي، الحروب والاسلحه اللي جايه من كل حته وكل بلد
مش هنقول مين السبب، لكن المهم ان هم بيوصلوا لان هم يقوموا طوائفها على بعض علشان تتنهي بثرواتها، ويدوروا على حجة يخشوا بيها قال يعني بيحموا، ويعملوا شركات قال يعني للامن تقوم الناس. الفوضى اللي حصلة دي في افريقيا والنزاعات والحركات الانفصالية والحركات الارهابية، ما ده هيعطل برضو كل دي. سببها ايه؟ الفقر صح؟ وبعدين مين اللي بيعمل كده؟ هم كده بيصحوا الصبح يلاقوا نفسهم بيعملوا كده ببعض مصالح برضو. يوم ما انت بتكون داخل وهتعمل مصالح تانية، انا مش عايزة اتهم حد، خش بطريقة تانية طبعا، خرب بقى عليا وعلى غيري. لا انت هتخش دلوقتي تصلح، انت هتخش تخلي الناس تعيش عيشة كريمة. بالظبط. اللي ناقص في افريقيا حاجة تانية من وجهة نظري يعني متواضعة، الطرق، السكك الحديد، الكهرباء، ده بنية تحتية للاقتصاد بامتياز، بنوك، نظام مصرفي قوي، هو ده اللي ناقصك. أول ما هذا الكلام يبتدي يتحرك تبقى أفريقيا جاهزة. الفساد ما بينتهيش في 24 ساعة. طب قبل ما أروح للفساد، أنا عارف حضرتك كان عندك دورات تدريبية في المسألة دي ومكافحة غسيل الأموال وكده، هرجع لها، لكن البنية التحتية الاقتصادية دي مصر بتشتغل كتير قوي الفترة اللي فاتت علشان تعمل اتفاقيات للتجمعات الاقتصادية الكبيرة في أفريقيا، بتحاول تحركهم وتشغلهم، تحاول تفوقهم لمصلحتهم. هل هنقدر في خلال فترة قليلة ان احنا نوصل لبنية تحتية معقولة عشان نستقبل استثمارات كبيرة من أمريكا وبريطانيا؟ احنا مش هنقوم بده، اللي هيقوم بده البنوك الكبيرة. وحتقوم بنوك دي ملك مين؟ الدول اللي انا ذكرت لحضرتك دي. يعني ما اجي انا النهارده اجي اقول امريكا لو حبت البنك الدولي يخش يمول، مش هيمول. صندوق النقد مش هيمول. البنك الافريقي هيمول. كل البنوك الضخمه دي افريقيا هي المجال، ما فيش اماكن اخرى. يعني حضرتك لما تيجي تقول يروحوا يمولوا، يمولوا فين تاني؟ لازم اماكن تانية دي تتهد عشان ترجع تمول تاني. فانت عندك منطقه تعالى ناخدها، حتى مش بس افريقيا، تعالى ناخد العراق، سوريا، لبنان، اليمن مثلا، برضو احنا جنبنا في بلاد ليبيا، جزائر، السودان، وخش بقى جوه افريقيا. كل البلاد دي فيها فرص استثمارية. يعني حتى ساعات كانوا يقولوا لنا زمان في الاقتصاد، لما الاقتصاد يصل الى مستوى عالي جدا من الاستقرار، طب هتعمل ايه؟ تقوم حرب تهد الدنيا ونرجع نبني تاني. شوف ازاي بقى. ايوه هو العالم كده. فانت النهارده داخل انت ظل العجلة شغالة. طبعا انت داخل على قارة الحقيقة عندك شغل بقول لك 150-200 سنة. حد أدنى كمان، ده ممكن يبقى أكتر من كده بكتير. طب إحنا كنا بنصدر لبريطانيا حوالي 818 مليون جنيه استرليني لغاية 2018، طبعا يعني دول مضروبين في 22 ولا حاجة مش كده؟ فندم؟ مضروبين في 22 عشان مثلا نفهم الرقم بالمصري يعني. طبعا. يعني بنتكلم على رقم كبير جدا، علاقتنا قوية جدا بإنجلترا مش كده؟ طبعا. طب هل إحنا يعني مرشحين لزيادة هذا الرقم؟ كل ما يخش عشان ميزان التجاري اصلا احيانا خداع، حضرتك عارف كل ما يخش عندك استثمار. يعني انا اؤكد لك ان السياحه الانجليزيه نمره واحد عندها مصر. بحكم يعني انا مش عايزه ارجع للتاريخ، هم بيحبوا البلد، وان احنا بلدنا جميله قوي على فكره، يمكن احنا مش حاسين. وبعدين في تخطيط هائل لتطوير القاهره. القاهره دي يوم ما تتودب وتتظبط دي مش هيبقى لها مثيل في العالم بعد انتقال الحكومه للعاصمه الاداريه، بعد ما تنقل كل الدوشه دي للعاصمه الاداريه وتفضي القاهره وتظبطها. طبعا عندك هتبص تلاقي القاهره دي اصبحت حاجه، وبعدين عندك مسار العائله المقدسه. فين في العالم في حاجه كده؟ على فكره بريطانيا مش بس حب ما بينهم وما بيننا، ده دول ليهم ذكريات اجداد مش بعيدين قوي موجوده، زي الفرنساويين والطلاينه واليونان هنا. واخد بالك؟ فلهم. ولذلك انت عندك كذا نقطة. وبكرر تاني حضرتك، احنا بنشتغل جامد قوي على مسار العائلة المقدسة، ده موضوع مش بسيط اقتصاديا قبل ما يكون حتى روحانيا. فهتبص تلاقي ان هتربطك بيهم حاجات هم عارفينها كويس قوي، وهم شايفين ان الاتفاقية بتاعتهم يعني ان اتفقوا مع الولايات المتحدة الامريكية وافريقيا ابرك بكتير من انهم يظلوا جوه الاتحاد. طبعا الاتحاد الاوروبي فرصه ايه؟ هل نتخيل انه الفترة اللي فاتت كان بيبقى في اجتماعات بريطانية مصرية سياسية واقتصادية بيتقال فيها الكلام اللي سيادتك بتقوليه ده، وبيتقال فيها بس صلحوا لنا دي ودي ودي، دخلونا افريقيا؟ الرئيس حضر مؤتمر كان اسمه انجلترا افريكا. وحضورنا كان له هدف،
احنا كل المؤتمرات اللي بنحضرها دي وعلى راسها هذا المؤتمر زي ما كان المانيا افريقيا الصين افريقيا اليابان افريقيا افريقيا كله في جمله مفيده افريقيا داخله فيه ما فيش غيرها يعني هات لي الخريطه كده افردها قولي نشتغل فين غير افريقيا ما فيش فطيب مدخل افريقيا هي مصر ومصر جاهزه يعني انا برجع اقول جاهزه ليه سياسه نقديه سليمه قوانين عملنا سياسه ماليه مظبوطه اتظبطت على مستوى الاقتصاد الكلي عملنا شغل جامد قوي بنيه تحتيه فكل ده احنا ان شاء الله هنبقى جاهزين ان احنا نبقى المدخل لاستثماراتهم كلها داخل القاره الافريقيه احنا مستفيدين وهم مستفيدين السنه اللي فاتت كان وصل السنه اللي قبل اللي فاتت 18 كان وصل الرقم ل 415 الف سائح بريطاني ده باكد على كلام حضرتك في اهميه مصر وسحرها كمقصد في حاجه كمان سياحي بريطاني. احنا مش واخدين بالنا منها احنا ابتدينا ندخل في حاجه اسمها تصدير العقار تعال اشتري بيت وخد الجنسيه دي حضرتك هتغير مش عايز اقول لك مسار الاقتصاد اولا حطينا شروط لمنح الجنسيه بسيطه يعني لها نظام كمان ما تصدير العقار تعال اشتري بيت طب يشتري احنا اجمل ولا هم بلادنا احنا بلادنا من اجمل طبعا. بلاد الدنيا طبعا. وبعدين احنا عندنا هم بيجوا هنا في وقت ما الجو عندهم بيبقى وحش في الشتاء وكده بيجوا هنا احنا عندنا جو ملوش حل طبعا طبعا عندنا مناظر طبيعيه ملوش. عندنا إيطاليا تاريخ دلوقتي بتبيع في كذا مدينه بتبيع بيت بيورو شفت بقى فاحنا داخلين في استراتيجيات كتيره بتؤهلنا ان احنا فعلا نبقى المدخل الحقيقي الباب الجيت تو افريكا زي ما بيقولوا ان شاء الله احنا هنقدر نقوم بالدور ده كويس قوي طيب بالنسبه ارجع لمكافحه الفساد حضرتك كان ليكي دورات تدريبيه كتير عدتيها وقدمتيها ودرستيها وحياتك موجوده يعني ما شاء الله من 84 في مجال التدريب حقيقه وكمان التدريس في الجامعات المصريه وغيرها يعني ال احنا واصلين بجد الحاجة كويسة في موضوع مكافحة الفساد احنا كمواطنين بنشوف الحكاية الموجة بترتفع في العيد القومي او العيد الدولي لمكافحة الفساد اليوم العالمي ونشوف مؤتمر ويتقر لنا شوية سياسات هل احنا شغالين بعض بيقول دي يعني لمامات بسيطة قصاصات بسيطة شغل الرقابة الادارية كويس لكن مش كافي قدام اللي كان حاصل شوف حضرتك الفساد ده موجود في كل حتة أي. لكن في بلاد للأسف كانت سياسات اللي موجودة فيها بتشجع على نمو الفساد طبعا طبعا يؤسفني أقول لحضرتك إن إحنا كنا واحدة منهم طبعا عشرات السنين نشأت أجيال إن فيها إيه يعني واللي يسبيها بيها بقى شاي واللي يسميها سبوبة واللي وده كله فساد طيب. كل سنة وأنت طيب طول ما أنت ماشي كل سنة كل سنة طيب. كل يوم في السنة ده انا مره كنت داخله معزه وعازه وانا طالعه بيقول لي كل سنه طيب قلت له انت مجنون يعني قلت له حياتك البيه في حياتي يعني غير السلوجن فالمهم يعني عايز اقول لك ايوه كان عندنا ولا زال هل اللي احنا عملناه كفايه لا مش كفايه بس اللي اقدر اقوله لك بصوت عالي بنحاول طبعا طب اخر سؤال لانك هتضطر في ناس حياتها ترتبت على كده بالظبط اخر سؤال اتفضل اللي دايما بسأله لحضرتك في الآخر المواطن المصري حضرتك برضو كنتي من المؤيدين جدا نهايات 2019 وعام 2020 هيشهدوا استقرار والمواطن هيبتدي يلاحظ الهدوء وأفتكر كان ليكي تصريحات قريبة بأن في بعض المنتجات بدأت ترخص في حاجات من هذا طبعا تفضل بص حضرتك احنا بدأنا اشتغلنا على اسمه إصلاح هيكلي كان لازم تبتدي بيه ما فيش حاجه اسمها في يوم وليله ظبطنا سياسه نقديه وسياسه ماليه وسياسه ترتيب البيت الاول عملنا شغل جامد قوي على المستوى الكلي صحيح والنتائج كانت كلها مؤشر الاقتصاد اصله مؤشرات ما هوش كلام أي. الفتره دي بقى هي اللي يشهد فيها الاقتصاد الحقيقي اللي هو بقى الزراعه والصناعه والتجاره والسياحه هي دي اللي يبتدي المواطن العادي يشعر بيها واعتقد ان دي ابتدت تتحرك وفعلا ابتدت بعض اسعار السلع بتنزل بالرغم من انه في ناس بتقول مش كل حاجه مش كل حاجه لكن على الاقل في مثلا ابتدت طبعا الزراعه ابتدت تتحرك تربيه الماشيه ابتدت تتحرك السياحه اتحسنت السياحه هايله ولسه لما المشروعين الكبار دول يخلصوا هتشوف حضرتك مصر دي هتبقى مش بس المتحف وتوديب القاهرة الفاطمية دي مهمة قوي ورحلة العائلة المقدسة دي هتقلب الدنيا حضرتك فهتبقى انت سنتر كل أنواع السياحة
لما ده ينتهي ان شاء الله، وابتدينا النهارده شوف مبادره مساعده المصانع المتعثره، مبادره مساعده التمويل العقاري، يعني في كذا مبادره نزلوا في الفتره اللي فاتت، يبتدي بقى المواطن العادي مع 2020 اللي احنا فيها دي ان شاء الله يشعر فعلا ان الحياه ابتدت تتغير باذن الله. انا بشكر سيادتك جدا يا فندم. انا اللي متشكره، ميرسي قوي قوي كالعاده. يعني اعتبر نفسي يعني احظى بشرف كبير انه استضيف دكتور بسنت فهمي، يعني من أكبر نجوم الاقتصاد في العالم مش في مصر. ربنا يخليك. شكرا جزيلا دكتور بسنت فهمي، عضو مجلس نواب والخبيرة الاقتصادية والمصرفية الكبيرة. فاصل قصير ونتكلم بقى عن تفصيلة من الحوار بتاعنا، وهي موضوع العشوائيات مع دكتور إيهاب الحفني. خليكم معنا في مساء الخير. اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في مساء الخير. بعد ما خلصنا الفقره اللي فاتت مباشره، دكتور بسنت قالت لي موضوع العشوائيات ده اهم موضوع، وفي لقاء سابق قالت قدام الكاميرا مفيش بلد في العالم بتعمل اللي مصر بتعمله في موضوع العشوائيات. الحقيقة يعني النهاردة برحب جدا بضيفي الأستاذ إيهاب الحفني، منسق عام صندوق تطوير المناطق العشوائية بمجلس الوزراء. أهلا بيك فندم. أهلا بحضرتك. أستاذ إيهاب، قبل ما ندخل في الحوار هستأذن حضرتك، هنشوف تقرير عن تطوير الأسمرات 3 ونتكلم بقى، يبقى الناس معانا بالصوت والصورة. هي لائقة للمواطن المصري. بيشرفني جدا ان احنا نبدا حوارنا مع الاستاذ ايهاب الحنفي، منسق عام صندوق تطوير مناطق العشوائيه بمجلس الوزراء. اهلا بيك استاذ. اهلا بحضرتك استاذ. استاذ ايهاب، يعني الحقيقه انه اي منصف بيتفرج على بيفور اند افتر يشوف المنطقه كانت عامله ازاي، سواء في مساكن الزلزال اللي بقت اسمرات 1 و2 و3، غيط العنب اللي بقت بشاير الخير 1 و2 و3، تل العقارب روضه السيده زينب، الحقيقة شيء مذهل. أنا كنت في زيارة من حوالي أقل من سنة لطفل طلب يشوفني في مستشفى 57، فوأنا هناك مريت على روضة السيد تميم، قلت لهم إيه يا جماعة إيه المنطقة دي، عرفت بقى، دورت فعرفت إن هي دي. يعني النقلة دي يا فندم، يعني حضرتك شايفها إزاي كمواطن الأول قبل كمسؤول؟ طيب هو حضرتك لحقتني كمواطن دي، لان انا هقول لحضرتك ده راي المواطن طبعا. يعني اعتقد الملف ده يمكن يعني ابتدينا نحس بيه قوي لان هو ملموس على ارض الواقع، فيعني ما بقاش فيها بقى ان الحكومه بتجمل، لا ده دي حقيقه موجوده. في الحقيقه انا برضو خليني يعني دايما بحب دايما نبتدي بكلامنا كده، ان يمكن الصندوق حضرتك انشئ بعد سقوط صخره الدويقه اللي كان حصل فيها يعني وفيات كثيره. يعني سنه كام؟ في 2008. ايوه عشان بس الناس تعرف انه ده قبل العهد اللي احنا فيه. تمام. ما احنا كنا بنقول ان احنا كانت حكومه يعني ردود افعال، دلوقتي بقت حكومه استباقيه. واعتقد ده باين من يعني من حاجات كتيره جدا. يمكن الصندوق لما انشئ احنا دايما بنقول ان احنا من 2008 ل 2014 كان كل اللي اتصرف على قضيه تطوير العشوائيات حوالي 650 مليون جنيه. عايز اقول لحضرتك من يوم ما خدنا التكليف من سياده الرئيس لغايه دلوقتي، ان احنا يعني تحديدا من 2016 الى الان احنا صارفين لغايه دلوقتي حوالي 24 مليار جنيه. انا بتكلم في فرق ارقام هي اللي حتبين مدى يعني اهتمام القياده بملف تطوير العشوائيات. وفي ارتباط هيوصل تقريبا 32 مليار قضيه القضاء على المناطق الغير امنه. انا برضو لازم اوضح ان انا الملف اللي احنا شغالين عليه بقوه دلوقتي جزئين. اللي احنا بننهيه خلال ان شاء الله 2020، ده اللي هو المناطق الغير امنه اللي هي درجات الخطر اللي بتمثل خطوره على حياه الانسان. انما عندنا قضيه تانية دي 350 مليار جنيه، دي اللي هي المناطق الغير مخططه اللي احنا يمكن ناس كتيره جدا لما بتمشي بتقول ده مصر كلها عشوائيات. هو في الحقيقه احنا عندنا يعني بالنسبه للمناطق الغير امنه، لان دي بتهدد حياه المواطن، وهو ده يمكن التكليف اللي احنا خدناه يعني نخلص
من تطويره بسرعة، وفي نفس الوقت ابتدينا في المرحلة الحالية اللي هو تطوير المناطق الغير مخططة. امبارح كان في اجتماع ما بين سيادة الرئيس وبين رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني. المهم في الموضوع أن الرئيس زي ما قلت لحضراتكم في الأخبار وجه في هذا الاجتماع بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية في مختلف المحافظات لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم. يعني هل إحنا جاهزين؟ يعني أنا فاكر الرئيس مرة قال بس إيه ما تقولوش بتجيبوا فلوس منين، يعني هتشوفوا شغل كتير بس ما تقولوش بتجيبوا فلوس منين. هل إحنا جاهزين بعد ما خدنا خبرة كويسة قوي، وأعتقد ده تم استعراضه في الاجتماع امبارح في المناطق اللي في القاهرة واسكندرية، جاهزين إن إحنا ندخل دخلة قوية في المحافظات؟ وممكن نستغرق وقت قد ايه عشان نوصل لنسبه معقوله، مش هنقول يعني 100% مفيش عشوائيه. طيب انا لازم اوضح لحضرتك ان احنا كصندوق احنا اشتغلنا على محافظات مصر بالكامل، احنا يعني شغلنا ما كانش القاهره واسكندريه، لا احنا حددنا المناطق الغير امنه على مستوى الدراسه، الدراسه وتنفيذ. يعني زي ما بقول لحضرتك احنا حددنا اول ما انشأنا صندوق، وطبعا القصة طويلة شوية، بس احنا اول ما انشئ الصندوق في 2008 احنا عملنا حاجة اسمها الخريطة القومية للمناطق الغير آمنة، ليها معايير، طبعا اربع معايير اختارهم يمكن الدرجة الاولى والتانية. الخريطة دي اتعملت لل 27 محافظة في جمهورية مصر العربية، واحنا كتطوير شغالين في محافظات مصر بالكامل، يعني سواء الصعيد، الدلتا، بحري، إبلي، شغالين في محافظات مصر بالكامل. هو يمكن بس العين شوية بتبقى على القاهرة عشان هي العاصمة، اسكندرية العاصمة، فدي العين عليها، إنما في الحقيقة لا، الصعيد معمول فيها شغل كتير جدا. اسمح لي يعني حضرتك 2008 طبعا دي حاجة محترمة جدا انه يبقى في دولة مؤسسات، ان احنا بنكمل، مش كل قيادة تيجي في اي وزارة او في اي حتة في الدولة يقولك لا الغي بقى وانسى بقى كل اللي فات. ده شيء محترم لان ده تراكم بيفيدنا في الدراسات وفي التنفيذ وخبرات بناخدها. لكن عايز اعرف من حضرتك نماذج للحاجات اللي طورها الصندوق من 2008 لغاية دلوقتي بره القاهرة واسكندرية. طيب احنا حقيقة اشتغلنا في الصعيد بكامل، يعني المنيا، سوهاج، اسيوط، البحر الاحمر، مرسى مطروح، الوادي الجديد، دمياط، مدن القناة بالكامل، يعني السويس، بورسعيد، الاسماعيلية، انا مش عايز انسى بس البحيرة، يعني محافظات مصر بكامل، هي المحافظة والفيوم، يمكن المحافظة الوحيدة اللي كانت تعتبر آمنة اللي هي شمال سيناء. لكن ايه يا فندم يعني ايه المشروع؟ احنا لما بنقول القاهرة واسكندرية بنقولش القاهرة واسكندرية، بنقول تل العقارب بقت رود السيدة زينب. ايه يعني هل حضرتك فاكر حاجة منهم بالتحديد؟ طبعا في يعني عملنا في المنيا كذا مثلا، في مدينة العمال في المنيا، او عيشش محفوظ، دي منطقة كبيرة جدا اتطورت، في سوهاج منطقة السماكين، ويمكن كل نموذج بيفرق عن التاني. يعني واحد دلوقتي حقيقة ما بقاش، ويمكن دي برضو احنا لازم بنوضحها، ان حتى التطوير ما بقاش بالمفهوم القديم، يعني حقيقة احنا اي، وده طبعا توجيه من القيادة السياسية، ان احنا اي مشروع ما بقاش زي الاول، احنا كنا اي قطعة ارض بنستفيد بيها باكبر عدد من المباني عشان نستوعب الناس. لا دلوقتي لازم، يعني احنا يمكن دايما بنقول كمان ما بنتعداش يمكن 35% مباني، وبقية المنطقة كلها خدمات، مسطحات خضراء، ملاعب مفتوحة. وعشان كده احنا عندنا ابطال. انا عايز اقول لحضرتك ان خلال يمكن مشروع الاسمرات، ويمكن دايما احنا بنتكلم علينا ده، يمكن ده اكتر مشروع يعني اتسكن وفي استقرار بقاله اكتر من 3 سنين. دلوقتي احنا عندنا في الاسمرات في 104 ميدالية ذهب وفضة خدوهم الولاد يمكن خلال بطولة قريبة جدا في الكونفو، وخدوا يعني خدوا كاس القاهرة، وقبل كده برضو كانوا واخدين حوالي 19 ميدالية برضو في بطولة الجمهورية، ده من تدريب حوالي 3-4 اشهر. يعني هل عندنا، انا هطلع استاذن حضرتك، هنشوف تقرير كنا عملناه في الاسمرات 3 زي ما قلت لحضرتك في الاول، وشفت بعيني الكلام اللي حضرتك بتقول، وشفت المساحات الواسعه، شفت الجناين، شفت الجامع الكبير، شفت الكنيسه الكبيره، شفت المكتبه، شفت العياده اللي الكشف فيها بجنيه، شفت السوق اللي معمول، منافذ القوات المسلحه، شفت الوحدة الطبية المتكاملة، كان في مسرح بس ما كانش في وقت نخش نتفرج، يعني شفنا نقلة. وحنرجع برضو بعد التقرير نتكلم مع حضرتك برضو على ثقافة المواطن اللي محتاجة تتنقل هي كمان. استأذنك نشوف تقرير مساء الخير من أسمرات 3.
بالنسبة للمكونات المرحلة الثالثة، المساحة 68 فدان، 124 عمارة زائد الخدمات. المرحلة الثالثة دي فيها برضو خدمات زي المسجد، الكنيسة، الخمس حضانات، أربع وحدات صحية، 173 محل، عندنا 124 عمارة، في برضو منافذ بيع، ست منافذ خدمات، وعندنا مخبز ضخم جدا في الأسمرات من 850 لمليون رغيف في اليوم. الطاقة الإنتاجية المرحلة دي أرضي وتسعة أدوار. عملنا برضو زودنا رامب للناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة في كل عمارة بالنسبة لمدخل كل عمارة. اهتمينا بالخمس شبكات اللي موجودة، خمس شبكات المرافق اللي موجودة في المرحلة دي. الدكتور رجب مجاهد ده عميد كلية الهندسة الطب، هو اللي مصمم المدينة، كان من ضمن مباني الخدمات الكتير اللي موجودة هنا في مبنيين، مبنى اسمه مركز تنمية المجتمع ملحق بيه مسرح مكشوف في سعة استيعابية لحد 300 فرد، وفي مركز تدريب معمول على أعلى مستوى مساحته حوالي 7000 متر مسطح. المشروع ده بينقل الناس نقلة حضرية نوعية من العشوائيات اللي بيجون في منطقة حضرية. بنعمل أنشطة مجتمع كتير هنا في المدينة للتواصل وتأهيل الناس، وبالذات بنلعب على الشريحة بتاعت الأطفال والشباب إن احنا نغير السلوك بتاعهم. يعني الهدف مش إن هو يسكن بس، لا، الهدف كمان إن هو يرفع من مستوى الناس اللي موجودة ويبقوا مواطنين أسوياء زيهم زي أي حتة في جمهورية مصر العربية. فاحنا بنشوف انه يعني بناء البيوت من غير ما نأهل الناس ده بشكل خطير، ممكن المنطقه تتقلب عشوائيه تاني. الناس طبعا مبسوطه لان هو مستلم شقه بالعفش كاملا بالاجهزه الكهربائيه كامله، شقه متشطبه على اعلى مستوى، عماره نظيفه، يعني كل حاجه متوفره. طبعا ما كناش محتاجين نفكر حضراتكم بالحياة كانت عاملة ازاي قبل كده في المنطقة دي وغيرها من العشوائيات. ده بالإضافة لأنه أستاذ إيهاب نبهني كمان أنه حصل تطوير أكبر على المشروعات الكبيرة زي الجامع والكنيسة دلوقتي من مسافة ما صورنا التقرير لغاية النهاردة. لكن السؤال اللي برضو هو مؤرق شوي، هل يعني ممكن نخشى من تدمير الجماليات اللي موجودة بسبب نقص الثقافة؟ لما نجيب حد كان عايش بطريقة معينة في أكوام من القمامة، في حمامات مشتركة، في لبس ضعيف قوي، عايزين نأهل زي ما قال الأخ رامي، أفتكر رامي في التقرير، عايزين نأهل الناس علشان مش بعد شوية الجيش مثلا يسحب إيده ومفيش إشراف على إن الحيطان تفضل نظيفة، محدش يكتب عليها، الشوارع تفضل بجمالياتها. طيب هو بص حقيقة، وحن يمكن لازم أوضح برضو أن احنا أي خطة للتطوير بنعملها هي داخلها مكونة من أربع خطط، اللي هو احنا بنقول خطة عمرانية وخطة مالية وخطة برامج اجتماعية واقتصادية وخطة زمنية. فاحنا الأساس عندنا برضو عندنا خطة برامج اجتماعية واقتصادية، أن احنا تغيير السلوك هي دي في الحقيقة مشكلة. بس أنا عايز أقول لحضرتك احنا يمكن ده يمكن لما اشتغلنا على أرض الواقع، أنا عايز أقول لحضرتك يمكن في منطقة الأسمرات في منطقة اسمها النخيل، يعني هم الناس بنفسهم لما راحوا جملوا أكتر ما المدينة بالجمال اللي احنا شايفينه. يعني هم ضافوا ليها بعض الحاجات، عملوا نوافير ما بين العمارات، عملوا منظومة لجمع القمامة، يمكن كاميرات مراقبة، ويعني برضه هو رامي يعني احنا بنتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني كتير، وطبعا معانا وزارة التضامن. هو يمكن رامي بس عشان هو ومجموعه من الشباب كمان يعني في مؤسسه هم عاملين، انا مش متذكر الاسم قوي في الحقيقه، ساعدوا معانا. يمكن الناس هتلاحظ في التقرير ان غرف الكهرباء مرسوم عليها، دي حاجه كنا عاملينها. ويمكن هو الهدف يعني احنا تعلمنا منهم في الحقيقه، يعني احنا لاحظنا ويمكن لو طبقناها على نفسنا برضو، يعني لما بنبقى ماشيين في شارع نظيف يعني هنستحي ان احنا نرمي ورقه طبعًا مثلا. ده اللي حصل، ان جرعه تذوق الجمال
نفسها بتدي ثقافة وسلوكيات مختلفة عن الأصل. أنا فاكر لما روحنا كان نفسنا إحنا كمان نعيش هناك. ملاعب الكورة اللي موجودة على اتساع كبير أكتر من ملعب، يعني الحقيقة مكان يفرح كده الواحد يحس إنه ساكن في حتة جميلة. ما بقول حقيقة يمكن هو يعني فأنا أقصد هو سلوكهم يعني اختلف بنسبة كبيرة جدا من مجرد إن هم حسوا إن هم في منطقة وعايزين يثبتوا الحقيقة للناس كلها إن يعني هي الظروف اللي كانت حاكمة عليهم إن هم قاعدين في المناطق دي. لما لقوا يعني بيئة مختلفة أعتقد إن الوضع اختلف. أنا عايز أقول لحضرتك يمكن إحنا حصل زيارات يمكن الفترة اللي فاتت خلال الشهرين ثلاثة أخيرهم يمكن في الشهر اللي فات ده على طول إحنا كان عندنا في 7 دول عربية جم كان حاجة تابعة لهابيتات وحبوا يزوروا بعض التجربة المصرية طبعا مسمعة برة كتير طبعًا جدا طبعًا. يمكن هنا أعتقد الناس ابتدت تحسها بس أنا عايز أقول لحضرتك برة الناس حاسه بمجهود ده ما حصلش قبل كده طبعًا. وبيستغربوا جدا ما بيحصلش في معظم دول العالم الحقيقه دي حقيقه يعني انا بقول لحضرتك تدي للناس ده احنا شفنا الشقق. انا هستأذن بس سيبك معانا ارقام التليفون على الشاشه لو حضراتكم تحبوا تسالوا استاذ ايهاب على حاجه. الارقام نزلت كذا مره وبتنزل اهي ونرحب بمداخلاتكم. الشقه مفروشه فرش كامل بالدش بالاثنين اسانسير في كل عماره عشان كده كنت بسأل حضرتك على فكرة النقلة الثقافية بس حضرتك طمنتني ان هم قد هو قد النقلة. هي دي نقطة. في نقطة تانية برضو عشان اقول هو مش كلنا كويسين حتى احنا مجتمعنا كله في كده وفي كده بنقول برضو احنا في جزئية تانية ان احنا يعني يمكن سيادة الرئيس ادى توجيه ان احنا لازم نقضي على المناطق او المواطن المصري يعني يبقى يعيش حياة كريمة وحياة تليق بيه. عشان كده يمكن انا ذكرت لحضرتك الارقام اللي اتصرفت على تطوير العشوائيات واحنا دايما بنقول يمكن حضرتك قلت ان مشكله الفلوس دي وقال ما تفكروش فيها لان دي كانت مشكله كبيره جدا فعلا في الاول. يعني احنا يمكن دايما بنقول ان مشكله تطوير العشوائيات ندره اراضي وقله تمويل. ما عندكش تمويل فاحنا زي ما قلت حضرتك احنا فتره كبيره جدا ما قدرناش نشتغل. كان الفكر زمان مثلا الناس بتروح من اللي هم مثلا في منشيه ناصر كانوا بيروحوا 6 اكتوبر في مجتمع مش هنقول عمراني متكامل خالص لان يعني انا الفكره مش ان انا بسكنهم في وحدات سكنيه. ايه الخدمات اللي موجوده؟ هل هم قريب منهم مدارس المدرسه كمان اللي موجوده في المنطقه كل منطقه في 3 مدارس طبعا ولسه في مدرستين برضو يمكن في المدخل الاسمرات يمكن حضرتك شفتها وفي مركز شباب اسمه مركز شباب جزيره الاسمرات حمامات سباحه ويعني حاجات جميله جدا. فبقول لحضرتك يمكن الفكر هنا اختلف. انا عايز اقول لحضرتك الناس اللي بتشوف الاسمرات بالجمال اللي احنا شايفينه دلوقتي دي كلها كانت منطقه جبليه وصخريه طبعا. يعني ما حدش كان يتخيل اللي مش مصدق يطلع طلعه المقطم اللي أنا عايز فيها الاجزاء اللي قربت من عند الخزان ما كان صعب جدا لحضرتك خلاص يعني بالزبط. هي دي نهايه المنطقه يعني بالزبط. يمكن وده الفكر يمكن اللي اختلف شويه ان احنا يعني خلينا اقول برضو ان احنا دايما اتعلمنا من الدروس السابقه زي ما حضرتك قلت من شويه. احنا طبعا يعني ما جيناش لغينا كل اللي فات لا في الحقيقه بس ممكن يعني افكار جديده ابتدينا. طب ايه المشكله ان احنا نعمل اعمال صناعيه ونوضب المنطقه؟ هي اتكلفت في الحقيقه كتير جدا بس لما تيجي تبص على المدى البعيد لا يعني ده مكسب للدولة ومكسب للمواطن. طب هل يا فندم حصل حضرتك قلت يعني تم تدبير الاعتمادات المالية الكبيرة اللي حضرتك أشرت إليها واللي لسه هتتصرف، هل في نوع من أنواع الاستثمار في الأماكن دي؟ يعني هل في مستثمر سواء مصري أو أجنبي أو عربي بيجي يستثمر مثلا ولا ده كله من ميزانية الدولة؟ لا هي ميزانية الدولة في الحقيقة يعني وبص خليني برضو احنا لغاية دلوقتي حتى المناطق اللي بنيجي بنطورها يعني اعتقد ان الفكر دلوقتي اختلف لما لقوا الحاجة على الطبيعة. هو طبعا كان اي منطقة بتخش عشان تطورها يقول لك ده في مستثمر جاي وهم عايزين يطلعوا الناس علشان يعني ايا كان بقى مستثمر اماراتي مش عارف ايه. سمعنا الكلام ده كتير جدا يعني مهم ان الاشاعه يبقى مفادها انه التطوير مش لصالح المواطن خالص لصالح ويمكن دي الجزئيه صاحب راس المال يعني ده اللي انا عايز ااكد عليه. يمكن عشان كده الدوله كانت شغاله لا بتثبت احنا اللي بنعمله ده لصالح المواطن مش لاي حد تاني. بس زي ما انا قلت حضرتك في الحقيقه فلوس اتصرفت كتيره جدا. ابتدينا يمكن اليومين دول في بعض المناطق زي حضرتك منطقه روضه السيده
التصميم اللي اتعمل ليها ان هي تبقى زي شارع المعز، يبقى يعني منطقه جذب سياحي وجذب تجاري، فيمكن عشان الفاطمي دوت بالظبط، هي كمان منطقه فاطمي ضيقه فمعموله بشكل يو تيرن لطيف كده بالظبط، وطبعا مقفوله ما بتخشش المفروض عربيات فيها. وطبعا الكلام ده بيتوضب دلوقتي. هي الفكره ان كان في المحلات اللي موجوده في الدور الارضي دي بتتباع بمزاد عشان تستعيد جزء من التكلفة، لأن في الحقيقة بعد ما اتطورت المنطقة دي احنا جالنا تكليف بتطوير بقية المناطق السيدة زينب، فهنلاقي فيه الروضة 2 و3 و4 وبنربط مع سور مجرى العيون بالمنطقة بقى اللي هي القاهرة الفاطمية كلها. معانا على التليفون مدام فكرية. ألو. مساء الخير. مساء الفل يا فندم، أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ إيهاب؟ أهلا بيكي. الحمد لله على السلامة. ميرسي، الله يسلمك. وألف مبروك. اتفضلي، الله يبارك فيك. الله يبارك. انا اسال بس الباشمهندس سؤال من فضلك. اتفضلي. اتفضلي يا فندم مع حضرتك استاذ ايهاب. السؤال هو لازم اللي يكون يقدم في البرنامج في البرنامج ده لازم يكون من العشوائيات ولا ممكن اي شخص تاني؟ شكرا، حاضر نجاوب على السؤال. هو طبعا يعني المواطن العادي بقى اللي عايش في حته لا هي خطره ولا هي غير مخططه لكن حاسس انها ادمت وعايز ينقل، هل ده متاح؟ هل في وحدات معموله ممكن يحجزها حد ولا دي بالكامل سكان نفس المنطقه قبل كده؟ لا، خلينا اقول احنا كصندوق مختصين بالمناطق اللي كانت غير امنه ومعمول لها حصر، فاحنا بالتالي بننشئ المشروع على قد الحصر اللي موجود او اللي هو بيخدم سكان المناطق العشوائيه بدرجات الخطوره. لان في طبعا يعني وزاره الاسكان، في الاسكان الاجتماعي، فيها يعني فيها في مشروعات حاجات مقابله كتيره جدا للمواطنين، حصل فيها توسع الحقيقه، اولويه قويه يعني. وبنفس يعني اعتقد التصميمات دلوقتي اختلفت جدا، يعني هو فكر عامه، وانا مش بتكلم على عشوائيات بس. هو الفكر بقى في كل مؤسسات الدوله، يمكن هتلاقي حضرتك يعني شكل المباني الخدمات المتوفرة ده بقى أساسي يعني. الرئيس وهو بيفتتح المشروعات متعددة للإسكان الاجتماعي والمتوسط قال مش بس كده، ده أي حد عايز شقة هنديله. دي حقيقة. استأذن حضرتك نروح نتذكر معا وعد الرئيس بتطوير العشوائيات في 15 ديسمبر 2018. انت بتدي للمواطن ده اللي كان قاعد في أمر انت ما تتخالوش واكيد ما ترضاش بيه، بتديله شقه من دي بعفشه؟ طب ده حد في العالم عمله غيرنا؟ لا والله ما حد عمله غيرنا. ولا يا دكتوره؟ لا صحيح، والله ما حد عمل كده في العالم غيرنا. انت بتتكلم في 250 ل 300000 اسره، لو ضربت في المتوسط خمسه احنا بنتكلم في مليون وربع، مليون ونص، مليون ونص بنحول حياتهم الى شكل يليق بيهم وباولادهم ومستقبل بعد كده. مش بتقولوا عايزين نعالج الجهل والتطرف والعادات اللي مش مظبوطه كلام جميل ومهم، واحنا تعودنا من الرئيس انه لما بيقول كلام ما بيبقاش ابدا للاستهلاك الاعلامي. ده عهد بياخده على نفسه، بيذاكره كويس قوي قبل ما يقوله وعارف ان كل كلمه محسوبه. استاذ مجدي من القاهره. الو. استاذ مجدي. ايوه. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ ايهاب؟ وحشني والله، نورت الشاشه. تعيش يا حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يطمنا عليك يا رب. كتر خير. المشاكل دي حد يقدم عليها ولا لا لسه حد ده؟ اي يا فندم بتقول ايه حضرتك يا استاذ مجدي؟ اي حد يقدم على المشاكل ولا ليها ناس بس معينه؟ واعتقد نفس السؤال اللي فات. ده نفس السؤال اللي فات حضرتك، ما سمعتش الاجابه بتاعت سؤال مدام فكريه. طب معايا استاذه ناديه من المنيا. الو. استاذه ناديه. الو. الاتصال قطع. طيب استاذ ايهاب، عايز اسال حضرتك ايه التكليف اللي هو امبارح ده؟ يعني ايه اول الحاجات اللي هتتوجهوا ليها بناء على هذا التكليف، او تكون كانت جاهزه وبعد ما حصل هذا الاجتماع نبتدي نشتغل فيه على طول؟ تمام. او يمكن زي ما قلت حضرتك ان اللي كان التوجيه الاول ان احنا يعني نطور المناطق الغير امنه اللي هي بتمثل خطوره على حياه الانسان. يمكن سياده الرئيس التوجيه اللي عمله امبارح اللي هو ده ما يخص المناطق الغير مخططه اللي انا بقول لحضرتك عليها. أيوة. واحنا بالفعل ابتدينا يمكن
يعني دي هتدينا دفعه اكبر شويه. ده اللي انا بقول لحضرتك اللي هو يعني احنا المناطق الغير امنه بتمثل 1% من العمران. الغير مخطط ده من 37 ل 40% من العمران، اللي هو زي ما قلت لحضرتك اللي هو هيكلف حوالي 350 مليار. وده احنا فعلا احنا يعني احنا ابتدينا وقعنا اتفاقيات مع محافظه الجيزه والوادي الجديد ودمياط، يعني في بعض المحافظات، واسكندرية طبعا برضو جزء كبير جدا. فهو ده يمكن الفترة اللي جاية زي ما قلت حقيقة احنا كنا حاطين الخطة اللي كنا حاملينها الغير آمن كان اللي هو انتهى في 2020، وده اللي احنا ان شاء الله هنقضي عليه تماما. الخطة التانية بقى ست راس الواجهة دي اللي هو ان شاء الله اللي هي يعني خلال 10 سنين القضاء على المناطق الغير مخططة. دي هي دي مشكله كبيره جدا حقيقه، يعني عشان برضو المواطن ياخد باله لا ان موضوع الغير مخطط هو هو صعب، هو الناس صحيح مش معرضه للخطوره، مش بنفس الطريقه، ده مش ازاله كامله بالظبط بالظبط، حضرتك بتعمل مرافق خدمات ومرافق بالظبط، مساله مش سهله، لكن ممكن توضيب الحادث في افضل ظروفه يعني مش كده؟ طبعا، والناس هتشوف خلال السنه يعني ان شاء الله لغايه شهر او نهايه برضو السنه دي هيتلاقوا في نماذج كتيره جدا للمناطق الغير مخططه، وحبان يعني الفرق برضو قبل وبعد. يعني هل في افتتاحات متوقعه قريبا لمشروعات بيشرف عليها الصندوق؟ احنا في مشروعات كتيره جدا ان شاء الله، يعني احنا يمكن في مشروع بنعمله مع يعني مؤسسه المجتمع المدني اللي هي مؤسسه معا لتطوير العشوائيات بتاعت الفنان محمد صبحي، ده مشروع ان شاء الله يمكن على شهر 3 ان شاء الله يتم افتتاحه، ده في منطقه مدينه السلام، ده في السلام بالظبط، وهو حوالي يعني 4400 وحده سكنيه، يعني برضو مشروع ضخم. في ان شاء الله برضو عندنا مشروع ارض الخياله، ده برضو ان شاء الله يمكن يعني احنا بنقول من شهر 3 لشهر 6 في مشروعات كتيره جدا هتفتتح في مدينه العمال في المنيا اللي هي المرحله الاخيره من اللي هي عيش محفوظ كانت عيش محفوظ، وفي بالظبط في البحر الأحمر طبعا هو يعتبر ان اعلنت ان هي يعني خالية من العشوائيات، المشروعات اللي فيها تم الانتهاء منها بالكامل، بس ان شاء الله التسكين او الافتتاح المشروعات هيبتدي خلال الفترة ديت. بورسعيد طبعا خلاص اعلنت ان هي خالية من العشوائيات، ان شاء الله ممكن برضو في برضو مشروع في مرسى مطروح برضو هيكون انتهينا منه، الوادي الجديد خلاص يعتبر ان احنا انتهينا. ففي الحقيقة في محافظات مصر كلها ان شاء الله. كان في تصريح المهندس خالد صديق مدير الصندوق بيقول انه جاري انشاء 108 الف وحدة سكنية بتكلفة 10 مليار جنيه في 156 منطقة عشوائية غير امنة. السؤال الطبيعي يتبادر لذهني، هل في شرط لضمان عودة الشكل العشوائي في البناء، الامتدادات، الأطراف؟ لا، هو بص حضرتك واحنا دايما بنأكد الجزئية دي، يمكن الصندوق عليه دور، انما احنا مش شغالين لوحدينا في الحقيقة، يعني احنا الشريك الأساسي معانا المحافظات، و اعتقد ان السيد الرئيس يعني مدي توجيه واضح جدا ان المناطق يعني العشوائيه اللي بيتم تطويرها لا يمكن هيسمح تاني ان يحصل امتداد عشوائي تاني. ويمكن وبرضه في نفس الوقت ان كل المشروعات اللي اتنفذت برضو يعني ان شاء الله مش هنلاقيها ترجع ابدا عشوائيه زي ما شفنا مشروعات كتيره جدا. يمكن حضرتك قلت لي دي في الاول ان ازاي الناس تحافظ على يعني المكتسبات اللي حصلت خلال الفتره دي، انا عايز اقول لحضرتك ان كل مشروع بيبقى ليه اداره متكامله بتشرف على المشروع بالكامل، في عقود يعني فيها بنود واضحه جدا، في التزامات على المواطن، الدوله يعني التزمت باللي عليها وبنت وحدات زي ما احنا بنقول، يمكن زي ما السيد الرئيس يعني وضح ان هي بتتسلم مفتاح يعني. فبالتالي هو عليه التزامات يعني يحافظ على المكان، حافظ ممنوع منعا باتا ان هو يغير فيه ملامح الوحده السكنيه. فكره ان حد يحول وحده سكنيه لتجاريه دي لا بتتسحب طبعا، حاجات اساسيه طبعا ما هو يعني للاسف هي كانت بتحصل. ففي طبعا شروط طبعا محطوطه، ما فيش حته ان حد يعني بيعمل باطن الكلام ده كله، ففي في الحقيقه التزامات على المواطن، الدوله وفت باللي عليها ففي التزام اكيد على طب المواطن. اخر حاجه مشروع مثلث ماسبيرو
النهارده كان في اتفاق ما بين صندوق مصر السيادي وما بين بعض الجهات الكبيره في الدوله للتسهيل وللاخذ بخبرات رجال الصندوق في مشاريع خاصه بالقوات المسلحه، الشركات اللي الرئيس وجه بانها تنزل في البورصه، حاجات زي كده. بس انا اقصد اقول ايه؟ مشروع مثلث ماسبيرو احنا كلنا كمصريين منتظرين نتائج. ايه اخر ما وصلنا اليه في هذا المشروع؟ طيب، ويمكن الناس عارفه ان يعني يمكن مثلث ماسبيرو دي اعتقد يعني احنا داخلين من 30 ل 40 سنه، في كلام كتير جدا للتطوير وما كانش حد يعني ما حدش تمكن ان هو يخش في التطوير. يمكن الفكر لما الناس خدت يعني بقى في ثقه يعني للدوله، ويعني في ثقه المتبادله ما بين المواطن والدوله، قدرنا في الحقيقة ان احنا نتواصل مع الناس. الوضع اختلف دلوقتي، بس انا لازم اوضح ان منطقة مثلث ماسبيرو، لان في ناس كتيرة جدا متخيلة ان احنا يعني الناس دي بتمشي عشان في مستثمرين. منطقة مثلث ماسبيرو بالكامل دي ملكيات خاصة، يعني ورش ومساكن. لا هي ليها ده ملكيات لشركات عربية. هم شاريين المنطقة بالكامل. ويمكن ده سبب تدخل الدولة، يعني الدولة صممت. انا عايز اقول لحضرتك ان الشركات دي معظمها كان واخدين احكام طرد للناس اللي موجوده، وده طبعا يعني في حق الدوله المصريه ما ينفعش. وهي كانت اشترت من مين؟ من الدوله ولا منهم؟ لا مش من الدوله، دي اراضي زراعيه من زمان جدا. يعني دي الملكيات القديمه اللي بني عليها عشوائيا الحاجات دي. يعني هو يعتبر عليها تعدي في الحقيقه يعني. بس احنا قلنا تعدي وسكت، والناس مستقره بقالها فتره، ويمكن عشان كده الدوله دخلت يعني بحزم لصالح المواطن. احنا وعرضنا عليهم بدائل، يعني هما كان ثلاث بدائل، يمكن كنا دايما نقول لو حد عنده بديل رابع يقوله. يعني احنا قلنا اللي عايز يرجع في نفس المنطقه بعد التطوير اهلا وسهلا، اللي عايز تعويض نقدي، اللي عايز وحده بديله في الاسمرات. عوضنا، انا بتكلم للشاغل، الغرفه كانت بتعوض ب 60,000 زائد 40,000 دعم اجتماعي. فاحنا في الحقيقه يعني تحركنا لصالح المواطن، وزي ما احنا قلنا يمكن حتى الشركات اللي هي اللي بتملك في المنطقه ان هو وين وين. يعني انت دلوقتي عندك ارض في احسن حته في وسط العاصمه، بس في الحقيقه انت مش مستفيد بيها. لكن التعويض ده دفعته الدوله، ما دفعهوش اصحاب الاراضي دي. لا هو بص هيك، هو الدوله طبعا دفعت، بس برضو يعني ما احنا يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا، ان زي ما قلت حقيقة ان دي كلها اراضي ملكيات خاصة. طب انا الناس اللي عايزة ترجع تاني في المنطقة تقيم في المنطقة، وده حقهم يعني. طب اختيارات وده، لكن زي ما حضرتك قلت نظام الوين وين سيتويشن، اللي هو ان احنا برضو كسبانين كدولة، يعني احنا كسبانين كدولة ان المشاريع دي لما هتتنفذ مشاريع على النيل في افخم ارض. احنا بنشوف ان انا جمل يعني يعني انا طورت قلب العاصمه يعني. الفكره بقى ان هو صاحب الارض ده يعني هو عنده قطعه ارض كبيره صحيح، مثلا سي مثلا نقول 1000 متر، بس مش مستفيد بيها. الـ يعني القيمه الاقتصاديه بتاعتها صفر، انما لما ياخدها حتى لو 600 متر بس ليها قيمه باشتراطات هتفرق كتير جدا يعني، وده يمكن اللي نجح الفكره شويه يعني. انا بشكر سيادتك جدا على وجود حضرتك معانا، وان شاء الله برضو كل فتره نتابع مع حضرتك وصلنا لايه من أجل رفاهية المواطن المصري. يعني ده الهدف الأول والأخير. جزيل الشكر الأستاذ إيهاب الحنفي المنسق العام لصندوق تطوير المناطق العشوائية في مجلس الوزراء، وبشكر حضراتكم على وجودكم معانا. استنونا بكرة في حلقة جديدة. مساء الخير.